أعزائي مشاهدي السيسات في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي حوار ورسالة. النهاردة الأحد الثاني في الصوم الكبير المقدس، ومناسبة الصيام بنقول لكل المسيحيين الأرثوذكس والذين ينظمون الصوم الكبير في هذه الأوقات كل سنة وحضراتكم طيبين. وحتى اليوم السابع منزل الأسبوع اللي فات مفردات أسبوع الآلام، وإن إزاي الصوم الكبير هو أقدس أيام الصيامات في صيامات الكنيسة الأرثوذكسية. نقرأ الخبر مع بعض، والنهاردة هو حد التجربة، ونقرأ إنجيل متى من 1 لـ11 عشان يعني نتبارك ونخش الحلقة كده وإحنا إيه متباركين بأحد التجربة بالانتصار الذي حققه سيدنا المسيح في جبل التجربة. تعرف على مسميات الأسابيع في الصوم الكبير بالكنيسة، والخبر ده كان يوم الخميس 23 فبراير وكتبه محمد الأحمدي. بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين والموافق 20 فبراير، وذلك لمدة 55 يوما تنتهي بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر أبريل. ويقول الأب دوماديوس حبيب الراهب كاهن عام بالقاهرة في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الصوم الكبير له ألحان خاصة أبرزها لحن أنا أعرف أنك صالح، وتمتنع الكنيسة عن معظم الأطعمة التي يوجد فيها طعام دسم مثل لحوم الحيوانات وغير مصرح أو مسموح بالأسماك في هذا الصوم. وحول أسابيع الصيام الكبير ذكر أنها تم تقسيمها إلى أسبوع الاستعداد للأربعين المقدسة وأسبوع الآلام، موضحا أن الصوم الكبير هو صوم درجة أولى وهو أقدس صوم في الكنيسة وأقدس أيامه أسبوع الآلام. فالأسبوع الأول يسمى الاستعداد، والثاني التجربة، والثالث الابن الضال، والرابع السامرية، والخامس المخلع، والسادس المولود أعمى، والسابع هو أسبوع الآلام. هو نسي أسبوع في النص، هو أسبوع أحد الشعدين، لكن إحنا بنقولها يعني. هو طبعا يعني كتر خيره إن هو كتب وفي اليوم السابع عن الكنيسة القبطية. طبعا اللي عايز يقرأ في الكرازة وجريدة وطني، واللي عايز يقرأ عن المسيحيين في مصر من إخواتنا في الوطن يحب يقرأ ويطلع ويشوف الصوم يعني إيه، وهو صوم انقطاعي، وليه أسبوع الاستعداد هو الخمسة اللي ما بنصومهمش انقطاعي، اللي هو يوم السبت والأحد ما فهمش صوم انقطاعي، عشان كده بينضم الخمس أيام بناخدهم في أسبوع الاستعداد وبنسموهم أسبوع التكملة أو أسبوع الاستعداد في بعض التفسيرات. لكن النهاردة حد التجربة، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وبتجسد الله الكلمة في شخص ربنا يسوع المسيح. وأحد التجربة ده يعني من التسميات التي أطلقت على المسيح هو آدم الثاني، لأن بالتجربة لما آدم اتحط في التجربة الأولانية وأخطأ آدم وطرد من الجنة، في انتصار المسيح على التجربة على الجبل انتصرت البشرية على الشيطان وفزنا بالحياة الأبدية لمن يؤمن. إنجيل متى الإصحاح الرابع من آية 1 لآية 11 بيتكلم عن التجربة، تجربة إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على الجبل. نقراها مع بعض، بنقول: ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل إن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك.
قال له يسوع: مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عالي جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس، وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. والمجد لله دائما أبديا آمين. انتصار المسيح معلن في كلام الكتاب المقدس. المسيح لم يجاوب بكلامه الذي سبق وذكره وعينه في الكتاب المقدس. قال انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله، موجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم. وقال يعني ان خررت وسجدت لي، فقال له للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. يعني الانتصار اللي حصل في شخص المسيح ضد الشيطان سجل للإنسان، سجل للإنسان. وعشان كده بنسمي سيد المسيح بآدم الثاني، آدم المحيي، آدم الذي منحنا الحياة الأبدية. ربنا يجعله صوم مش من أجل الصوم، ولكن هو الصوم في المسيحية هو إقماع الجسد واستعباده عن الشهوات. والشهوات مش الأكل بس، هي شهوات العالم كلها والخصومات اللي بين الأهالي والناس والجيران. حتى ما ينفعش إنك تكون صايم ومخاصم، لازم المصالحة على الأقل للإنسان اللي أنت شايفه تحبه لكي تحب الله الذي لا تراه. بركة الصوم المقدس تكون مع الجميع، ونطلب السلام من أجل العالم كله في هذه الأيام المقدسة. ربنا يسمع ويستجيب إن شاء الله. نخش بقى في أخبار كويسة في مصر، لأن أخيرا ابتدت يعني في حاجات كده بتتقال، ابحثوا فيها ويلا نشوفها هتعمل إيه. فاللجنة الاقتصادية في المجلس، مجلس التشريع الأول أو الغرفة التشريعية الأولى اللي هي مجلس الشيوخ، بدأ يناقش الاستثمار المباشر. ويعني احنا على موعد يمكن نقدر نجيب الاستاذ دكتور رشاد عبده، يعني ايه استثمار مباشر. لكن من خلال الخبر هو اعتقد ان احنا ممكن نتعرف على يعني ايه استثمار مباشر. ودي الاقتصاديات لكل الدول استثمار مباشر. امريكا بتعمل استثمار مباشر، اوروبا بتعمل استثمار مباشر، اليابان، كوريا، السعودية، الامارات، كلهم بيعملوا. الصين بتعمل استثمار مباشر. استثمار من الباطن ده اللي هنقوله بعدين، ونسأل اسئلة متخصصة لو يعني اتيح لينا ان احنا يبقى في مداخلة مع الاستاذ الدكتور رشاد عبد. لجنة اقتصادية قالت ايه؟ نشوف كده. لجنة اقتصادية بمجلس الشيوخ اللي هي بداية طرح تساؤل او طرح مشكلة اللي بعد كده لإيداعها لمجلس النواب، لو هيتبقى في صورة قوانين للتشجيع او ان يبقى بيبني على اثر هذا القانون اقتصاديات بتتبعها كل دول العالم. اللجنة الاقتصادية بالشيوخ تناقش تشجيع للاستثمار الأجنبي المباشر. الكلام ده كان بتاريخ النهاردة لحد 5 مارس. مجلس الشيوخ وكتب كامل تعقد لجنة أو عقدت لجنة لأن كده يوم الحد خلص في مصر، عقدت لجنة الشيوخ المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا يوم الحد اللي هو النهارده، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي وكيل اللجنة بشأن معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. أكدت الدراسة أن تحقيق تجارب استثمارية ناجحة تكمن في إمكانية الدولة في الحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة، ولذلك فإن إزالة المعوقات التي تواجه أعمال المستثمرين هو أمر لابد منه، وذلك خلال دورة حياة المشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى مرحلة الترويج والجذب الاستثماري. وأشارت الدراسة إلى أن دورة الحياة الطبيعية لأي مشروع تتكون من 3 مراحل أساسية، هي مرحلة التأسيس ومرحلة التشغيل والتوسع ومرحلة التصفية، والتي تحتاج جميعها لنفس القدر من التخطيط والتنظيم والرقابة. وبناء على ذلك يمكن القول أن من بين المعوقات
والتحديات الأساسية لأي مشروع استثماري ضعف كفاءة مؤسسات الأعمال العامة والحكومية على وجه الخصوص، حيث تميل أنظمتها إلى التعقيد والبيروقراطية والافتقار إلى الشفافية، وذلك مع تزايد حدة التنافس بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخصوصا بعد تفاقم المخاوف من حدوث ركود تضخمي إثر التداعيات السلبية لحرب روسيا على أوكرانيا والزيادات الحالية والمتوقعة لأسعار الفايدة العالمية. قالت الدراسة أنه بات من الضروري تسارع حكومات الدول إلى تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية. ورصدت الدراسة 16 توصية للنهوض بالاقتصاد المصري، وجاءت أبرزها: أولا، العمل على وضع استراتيجية لتحديد نوع الاستثمار الأجنبي المستهدف من خلال التركيز على القطاعات التي ستساهم في تطوير الاقتصاد المصري، بهدف تحديد المجالات ذات الأولوية والتي تزيد من فعالية الاستثمارات الأجنبية بالدولة. ثانيا، تحديد خريطة استثمارية تعتمد على ميزات تنافسية متاحة في مصر، مثل استخدام مورد طبيعي يندر وجوده في باقي دول العالم، أو مثل الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي القريب من أوروبا، ووفرة مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية في السعي أن تكون مصر مركز إقليمي للطاقة. ثالثا، العمل على التركيز على احتياجات المستثمر الأجنبي من خلال عمل دراسات استطلاعية تشمل كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركات الأجنبية في مصر، وعمل مقابلات مع ممثلي الشركات لمناقشة المناخ الاستثماري والأمثل في من وجهة نظر المستثمرين الأجانب، وتحليل توقعاتهم وحل مشاكلهم وتيسير أعمالهم. رابعا، البدء الفوري في إجراءات الإصلاح بأن يتم تحديد أولويات الإصلاح الجاذبة للاستثمار بعد دراسة وضع الدولة من المؤشرات الدولية المختلفة، مدركات الفساد، سهولة الأعمال والابتكار. كلام ما حدش يقدر يقول حاجة عنه، كلام شارح بالتفصيل احنا محتاجين ايه، كلام وصل لمجلس الشيوخ انه دي الفكرة، وفكرة اصلاح الاقتصاد مش حاجة هينة، الفكرة دي لو اقتنع بيها كل المسؤولين في الدولة اعتقد ان جذب الاستثمارات هيبقى حاجة سهلة. سهلة ازاي؟ المعوقات تتشال. يعني امبارح كنت بتفرج على برنامج ايه المعوقات لصناعة السيارات في مصر، لك 1 2 3 4 5 6، عارفين يعني الازالة ايه، ازالة المعوقات دي ايه، قرارات وقوانين عشان ننتج سيارة في مصر. المغرب عملتها، احنا كنا عملناها في الستينات وعملنا سيارة نصر اعتقد ب10% ب15% والباقي استيراد. احنا دلوقتي بنلاقي في عربيات بتركب في مصر، ومرسيدس عادت لمصر، كان في عربيات بنز بتتركب في مصر، بي ام دبليو، وعربيات كمان سوزوكي وحاجات كده كانت بتتركب في 6 اكتوبر، وفي مصانع كتيره في مصر تركيبات. لكن انا بتكلم عن صناعه، انت يعني على الاقل بتخش ب 25 او 30 او 40% من مكون هذه الصناعه مصريه الصنع. التفوق في هذا المجال، مثلا انا بضرب مثل يعني للقوات المسلحه، لأنه طور العربات وعنده إمكانية التطوير ده إمكانيات أعلى شوية، لأنه عنده البيزك في الصناعة وابتدى يطور، وحتى الدبابة الأمريكية طورها. تطوير مش محدود، تطوير بصناعات مصرية. يعني نقدر نعمل صناعة السيارات في مصر؟ أيوة، في معوقات طبعا، وأول المعوقات استفادة الناس اللي بتستورد، استفادة وزارة المالية من الجمارك ومن الحاجات اللي بتخش جاهزة، استفادة فورية. يقولك أنا لسه هعمل وأعمل، ما أنت في حاجات لازم تبقى في أولويات، أنت أولوياتك الصناعة بتدي مميزات للصناعة دي علشان تقوم في مصر، يبقى عايزة قرار سيادي الأول يدرس جيدا في مجلس الشيوخ، أو إن هو يبحث وبعدين يروح لمجلس النواب بتسهيل القوانين.
وبعد كده للحكومة بالتنفيذ. وعشان كده الحكومة بنقول ايه؟ الهيئة التنفيذية للدولة، مش كده؟ طيب الكلام ده موجود في مصر بيتعمل دلوقتي؟ اه بيتعمل. متأخر متأخر يا سيدي، ان تأتي متأخرة خير من ان لا تأتي. الصناعات هي مجال، يعني انا اتكلمت عن السياحة الاسبوع اللي فات وما زلت هتكلم عن السياحة الاسبوع ده، والسياحة هي الحاجة اللي يعني بكرة يدخل لك فيها دخل بالدولار وباليورو وبالعملات اللي انت عايزها. يعني السياحة هي المورد الذي تمتلكه وجاهز تطويره، اه ممكن الخبرات العالمية وبيوت العالمية ودخول الادارات العالمية معانا، وده مش عيب. ان احنا نفتقد ان احنا ندير ازاي 30 40 مليون سائح يزوروا مصر، احنا نفتقدها، ما عملناهاش قبل كده، ما شفناهاش. فطالما ما شفناهاش وما عملناهاش يبقى نفتقدها طبعا. يعني احنا عملنا اقصى حاجه كانت 10 مليون، منهم 4 مليون ولا 5 مليون من دول الخليج وروسيا واوكرانيا، حاجات صديقه يعني كده، وبتعمل الرحلات بتنظم نفسها. لا انت محتاج بقى تجيب من المانيا وبتجيب من ايطاليا وبتجيب من امريكا وبتجيب من حتى امريكا اللاتينيه وبتجيب من افريقيا. محتاج اداره تانية تدير 30 او 40، او اداره مساعده لو انت عندك يعني العبقريه انك انت ممكن تعمل ده. والسؤال لو هو انت عندك ما بتعملوش ليه؟ لان ببساطه هو ما عنديش، ومش عيب انه ما عنديش، مش عيب انه ما بقاش عند الامريكان ويستوردوه. ده بيعملوا مناقصات على استيراد حاجات من بره، هو ده الاستثمار الاجنبي المباشر اللي هو يعني يخرجك من عنق الزجاجه اللي انت قاعد فيها بقالك 50 60 سنه. معانا الاستاذ الدكتور رشاد عبدو، استاذ المنتديات الاقتصاديه في الشرق الاوسط، وايضا الخبير الاقتصادي في مجال الاقتصاد في مصر والوطن العربي كمان، يعني بل انا بعتبره خبير في العالم كله. استاذ رشاد برحب بيه. اهلا بيك، ازيك يا دكتور عادل؟ ربنا يخليك يا فندم. يعني في بعض المصطلحات ساعات بتقف عائق كده لان هي جايه متاخره في مصر. الاستثمار الاجنبي المباشر يعني بيناقش في مجلس الشيوخ، هل ده يعني مش وارد ان هو بيدرس في كليات الاقتصاد وحتى في العلوم السياسيه؟ وحتى دلوقتي بيبقى في مقالات في الاقتصاد والحاجات دي كلها بتبقى موجوده في الصحف، يعني انه يوصل لمجلس الشيوخ متاخر قوي كده. طب يعني ده الامل يبقى ضعيف في انه يطبق، ولا احنا مش فاهمين؟ يعني احنا لازم ناخد حاجه من الباطن، يعني ناخد حاجه من الامارات او من السعوديه، وما ناخدش الاستثمارات المباشره مع الصين وروسيا وامريكا والمانيا. عايزين شرح للحته دي بس استاذ دكتور رشاد، اتفضل يا فندم. شوف، الا اذا كان بيعمل تعديلات اساسيه بتشريعات جديده بتسهيلات جديده لجذب استثمارات جديده، يبقى ساعتها اقول تعظيم سليم. فيما عدا ذلك لا، يبقى طبعا متحفظ جدا، لان الاستثمار المباشر ده مخترع من الاف السنين. بالظبط. يعني اي دوله بتستثمر في دوله ثانيه ده استثمار مباشر. حتى داخل الدوله، لو انا النهارده على سبيل المثال جيت اشتغلت في امريكا فتره في الامم المتحده زي ما حصل قبل كده، ورجعت معايا قرشين وانا خبير مثلا في شؤون الكمبيوتر وفتحت مصنع كمبيوتر، هل ده استثمار مباشر؟ اه. ليه؟ لاني بعمله بنفسي، وفي الحاله دي من حقي اديره بنفسي او اجيب حد متخصص يديره لي بناء على الخبره اللي بيترتع عليها. ده استثمار مباشر. فالاستثمار المباشر اللي بيقوم بيه، ليه قالوا مباشر؟ لان في استثمار تاني، نوع تاني اسمه استثمار غير المباشر، اللي هو ايه؟ اللي هو البورصه. انا النهارده على سبيل المثال برضه جيت اشتغلت عندكم في امريكا فتره ورجعت وحبيت اعمل مصنع كبير ومعايا 10 مليون، كنت متصور 10 مليون هيكفوا، جيت اعمل المشروع لقيته يكلف 25 مليون او 20 مليون، بعمل ايه؟ بعمل دراسه جدوى اقتصاديه وبعرضها على الناس وادعو للاكتتاب معايا، ناس تخش معايا شركة من خلال البورصه. البورصه اللي لقيتها انها ايه؟ بتجيب لي شركة معايا، لكن انا برضو بما اني صاحب الجزء الاكبر من راس المال انا اللي بدير بنفسي هذا المشروع، وبالتالي سميته غير مباشر. ليه؟ لان انت حضرتك لما جيت فهمت معايا
بفلوسك عملت وساهمت في اقامه المشروع، لو ما كانش فلوسك دي ما كانش المشروع اتعمل. انما هل النهارده لان انت ليك 1% او 2% هل من حقك تدير المشروع؟ لا. هل من حقك تدخل تسديد المشروع باستثنائيه جمعيه عموميه تناقش؟ لا. فعشان كده سميناه غير مباشر، لاني بفلوسك وبامكانياتك ساعدت في اقامه المشروع، لكن ما لا تستطيع التحكم فيه او ادارته، عشان كده سميناه غير مباشر. ففي نوعين من الاستثمار، الاستثمار المباشر اللي بقوم بنفسي بعمل هذا المشروع. وليا زي ما قلت لك ان انا افوض حد يدير او ادير بنفسي. والمشروع كله بتاعي 100% بتاعي. انما المشروع الثاني غير المباشر اللي بيكون استثمار من خارج البورصه واكتساب ممولين عشان اقيم هذا المشروع. تمام، البورصه المصريه موقعها فين من البورصه العالميه؟ انا مش شايفها. فترات كانت بورصه نشطه. انما زي ما قلنا قبل كده وقلتها معاك يمكن في اللقاء السابق، احد مشاكلنا الجميله الرائعه في العالم الثالث الا ناتي للافضل، بناتي بالاقرب، بناتي باهل الثقه. دي مشكله العالم الثالث كله والعالم النامي كله، ما بتجيبش الافضل. يعني ممكن جدا عندك في مصر امريكا ممكن يبقى واحد ما بتحبوش وما بتقبلوش، انما راجل عالم كبير في مجاله، هل تستعين بيه؟ اه استعين بيه طبعا لانه عالم. طبعا الدول الناميه مشكلتها الرئيسيه انه عندها مشكله بتجيب الحبايب اهل الثقه، فعشان كده ما بينجحش المشروع بمعدلات كبيره لان ما جبتش الاكفاء في اداره المشروع. التوقع من ان مجلس الشيوخ يناقش الاستثمار المباشر، هل ممكن بعد كده يعرضه على مجلس النواب في فتره قصيره، ولا هياخد دورته بقى سنه وسنتين وثلاثه ويبقى التوصيات بتاعته محد زيها زي اللي بيذاكر في كليه الاقتصاد؟ ده بيعتمد على هم عايزين ايه. يعني اذا كان المساله في تعديل معين له صالح ضروري، ممكن في الحاله دي الاسراع بالخطوه. يعني اديك مثال غريب جدا، قانون المعلومات والمعلوماتيه ده شيء مهم. هو في مستثمر بياخد قرار من غير معلومات؟ هو في صحفي بيعرف يشتغل من غير معلومات؟ هو في باحث بيعرف يشتغل من غير معلومات؟ لا، هذا القانون مش يتاجل سنه واثنين وثلاثه، ده دوره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، والدوره عندنا اربع سنين، يعني بقى له فوق ال 20 سنه ولم يحسن بعد لسه لك حتى. ليه؟ وجهه النظر انه ده ليس له ضروره ملحه. لا طبعا ده دي ضروره ملحه، انما المنظور مين اللي بيفكر جوه؟ مين رئيس اللجنه؟ مين اللي بياخد القرارات؟ دي مساله مختلفه والتقييم فيها مختلف. في بعض الصناعات بدات في مصر في الستينات ويمكن ما حصلش تطوير، ومع الانفتاح الاقتصادي بدات القضاء على هذه الصناعات والاستيراد هو اللي حل محلها، ويمكن هي دي ازمتنا الكبرى زي صناعه السيارات. ايه العائق لصناعه السيارات الان رغم ان الشركات العالميه ممكن تعرض بما فيهم الصين طبعا انها تنتج سياره في مصر بالاسماء العالميه ويبقى احنا المنفذ لافريقيا؟ بس انا مش شايف ان ده بيتم. يعني انا قريت الخبر ده من 7 سنين، كل سنه اقول هننتج سيارات هننتج سيارات هننتج سيارات، بقى لنا 7 سنين ما انتجناش ولا عملنا حتى قاعده لان يبقى في حتى في تركيب سيارات في تجميع سيارات في مصر، لكن ما فيش صناعه اساسيه في مصر للسيارات. لكن بالرغم من كده في القوات المسلحه طورت بعض المدرعات والدبابات بصناعات ثقيله جدا وبثقه غير معهوده. يعني ليه التباين ده وليه المقارنه دي مع ان المفروض ان احنا محتاجينه في الاعمال المدنيه لان احنا بوابه افريقيا؟ اتفضل يا فندم. هقول لك اللي لسه كنا بنتكلم فيه واللي لسه كنت حضرتك بتطرحه. هديك مثال جميل قوي وغريب قوي. لانك ما جبتش برضه الاكفاء. انا وزير قطاع اعمال عام سابق. السابق على طول بلاش سابق يعني عشان زمن السابق ببساطه. الراجل ده كل ما يعرف ان في تغيير وزاري يقوم عامل مؤتمر صحفي وقال كلمتين حلوين. يعدي المؤتمر ويعدي التشكيل الوزاري يرجع زي ما كان. ده في وقت من الاوقات قال انا هعمل لكم احسن طب 3 سنين ما عملش ايه؟ سابت الوزير باذن الله ربنا يكرم. الادنى نيجي بقى في موضوع السيارات زي ما انت حضرتك بتقول. ده وقال ايه؟ قال مستقبل العالم فيه سيارات كهربائيه. انا جبت شركه صيني وابتدينا الانتاج وفي خلال اقل من سنه هتكون السيارات الصيني الكهربائيه منتشره في شوارع القاهره بتكلفه منخفضه.
دكتور رشاد معلش ممكن بس علشان السيجنال ضعيفة فممكن حضرتك تشوف الإشارة في التليفون لأن أنا مش سامع الصوت. أنا سامعك بوضوح. أه اتفضل يا فندم كمل. أنت دلوقتي ولا لأ؟ أه من أول الشركة الصينية لإنتاج أول سيارة كهربائية وإنها تغرق شوارع مصر، وقفنا لغاية هنا، اتفضل يا فندم. بعد كده مفيش سيارات، فمؤتمر صحفي احد الصحفيين كده الوطنيين قال له فين السياره الصينيه تغزو العالم كله؟ قال اصل الشركه الصينيه ما التزمتش وانسحبت من السوق، بس ما تقلقوش هجيب شركه جديده خلال سنتين باذن الله ربنا يكرم وتبقى موجوده. هل حد حاسب الوزير ده؟ هو اتشال الحمد لله، انما حد حاسبه؟ في حاجه اسمها شركه جات وما عجبهاش الحال مشيت، مش في بيني وبينها كونتراكت وفي عقود، يعني ايه تمشي؟ اقول لك الاجمل من دي، الشركة دي هي وقعت مع شركة قطاع خاص وفي خلال شهور هتعرض انتاجها في السوق. هل يعني ليه العالم الثالث ما حدش فيه بيحاسب حد؟ ليه الوزير عشان يعبر الأزمة وعشان يقعد على الكرسي يقول تصريحات وردية؟ فده كله لأنك ما جبتش الأكفاء، الراجل ده ما يعرفش يعني قطاع عمل عام ولا يعرف يعني تصنيع ولا يعرف يعني بتاع، فأنت جبت واحد مش ناجح، فعشان كده بندفع الضريبة في هذا الشأن. تمام. أزمة اقتصادية في العالم كله، ولكن العالم كله لا يعاني منها بقدر ما تعاني منها مصر مثلا، لكن هي أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا، وأيضا يعني جائحة كورونا اللي قعدت سنتين ولسه مازال برضو بقايا موجودة من المؤثرات على الاقتصاد العالمي وليس المصري بس. في جائحة كورونا احنا الاقتصاد بتاعنا ما تأثرش، لكن اتأثر بالحرب روسيا على أوكرانيا، ولا هو تزامن لخروج الاستثمارات الأجنبية من مصر أو الأموال الساخنة؟ الأول عايز أعرف يعني إيه الأموال الساخنة بتخش مصر إزاي وتخرج من مصر إزاي بهذه السرعة بالمليارات؟ فضل يا فندم. الأموال الساخنة اللي زي ما حد بتقول بتدخل بسرعة وتخرج بسرعة. تدخل ليه بسرعة؟ لأن يعني عندك فايدة عالية، يعني أنا النهاردة مستثمر أجنبي جيت لقيت الفايدة على الجنيه المصري كام؟ بتصل ل 17 و18%. طب الفايده على الدولار كام؟ 2% و2.25 و2.5. طيب استثمر في مليون فيهم. فبيجي في مصر يحول العمله بتاعته اذا كانت يورو او دولار او جابانيز ين او 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 وياخد العمله دي ويستثمر وياخد السندات اللي ب 17 و18% طبعا في الفايده ويسعد بذلك، ووقت ما يحب يمشي يقول متشكرين او من اول ازمه تيجي يقول والله متشكرين جدا السندات بتاعتكم اهي حولوا لي فلوسي ذات العمده اللي انا دخلت بيها ويخرجها، عشان كده دخلت بسرعه وخرجت بسرعه. بس بتخرج بقى في ايه؟ في وقت الازمات. هو امتى بيحولها؟ لما يلاقي السوق ده ابتدى يعاني، عنده مشاكل في اضطرابات، في عدم ثقه، في اهتزازه، كل الكلام ده. فعشان كده بتبقى مشكله كبيره انك بتخرج من عندي مليارات في فتره انا احوج ما اكون اليها. فعشان كده بيسموها الاموال الساخنه لانها بتدخل بسرعه شديده وبتخرج بسرعه شديده. طب ايه ليه بتؤثر على قيمه العمله المحليه؟ يعني ما هي بتخرج وتدخل ما زي ما دخلت زي ما خرجت، هي يعني ما فيش حاجه جديده، حتى لو ما افادتش مصر هي خرجت بالفوائد، فمصر اكيد عامله حسابها في البنوك المركزية والبنوك العادية انها تبقى بتدي الفايدة دي لان في قروض تانية بتدي فايدة اعلى. يعني انا برضو مش فاهم ليه بتأثر على العملة المحلية. فضل يا فندم. بسبب ايه؟ ويمكن انت فاكر في 1997 ازمة جنوب شرق اسيا لما الدولة والدول دي استرفت بقروض طويلة اجل، اسف قروض قصيره اجل، لكن خدتها وظفتها في استثمارات طويله اجل. ببني قريه سياحيه بتاخد 3 4 سنين، انما انا واخد القرض ايه؟ 3 اشهر. وانا مطمن انه هيتجدد لان الفوائد عاليه. انما لما يجي بعد 3 اشهر بقى يسمع ان في قلق في الدوله دي يعمل ايه؟ يسحبها فورا. طب اجيبها من ايه؟ دي موجوده في خوازيق وموجوده في اعمده وموجوده في مباني لسه ما اكتملتش. فبتبقى مشكله كبيره. بالنسبه لنا نفس المشكله اكبر في ام جي، لان احنا خدناها و عملنا حساباتنا على انها معانا، انما عمليا هي مش معانا لانها اول ازمه قالت لي هات. فانا
في عز ما انا محتاج لك ما لقيتكش جنبي، في عز ما انا محتاج دولارات وعندي ازمه دولارات وفي شحه في البنك المركزي وفي ازمه استثمارات في العمله الاجنبيه، انت بدل ما بتديني عمله اجنبيه عشان اقف على رجلي، لا بتسحب كل الاستثمارات اللي بعمله اجنبيه من عندي، فاكتشف فاديها لك، بس اديها لك منين؟ انا ما عنديش، فمعنى اديها لك يبقى لازم حاجه من الاثنين، يقترض يا اما ادالك من الاحتياط النقدي، فالاحتياط النقدي بتاعي ينكشف، ولما ينكشف يحصل ايه؟ تجار السوق السوداء والكلام ده كله يعرف ان في ازمه فيرفع السعر، اولا يخلق سوق سوداء، ثانيا يرفع السعر وتزيد الفجوه بين سعر الدولار في البنك عن سعر الدولار في السوق السوداء. تمام. الفرق بين التعويمي وتخفيض الجنيه حضرتك شرحته في الحلقات اللي فاتت، واللي احنا بنقول ان احنا ما هوش تعويم، الجنيه المصري لا يعوم، رغم ان صندوق النقد الدولي قال تعويم والصرف الحر هو التعويم، لكن الى الان لو دخلت اي بنك او اي صرافه اعلن عن الدولار بالسعر المعلن عنه يقول لي ما عندناش، فيبقى ده خفض للجنيه ما هوش تعويم، وحضرتك وضحته قبل كده. يعني امتى نصل لمرحله التعويم ونسيبه حر؟ يعني ليه الدولة مش عايزة تعمل ده؟ الاتفاق الأخير بتاع، لا الدولة خلاص، الاتفاق الأخير بتاع صندوق النقد الدولي اشترط ده وقال ضروري أن يكون هناك سعر صرف مرن للدولار. فسئل يعني إيه مرن؟ قال يعني لا يتدخل فيه أحد، والفيصل الوحيد في سعره يتحدد طبقا لقوى العرض والطلب، طول ما الدولار ده مطلوب سعره يطلع، مش مطلوب سعره ينزل. وحتى محافظ البنك المركزي هنا سئل، طب يطلع رجال كان يا سياده الوزير او سياده المحافظ السعر العادل ايه؟ قال له مفيش حاجه اسمها سعر عادل، في سعر طول ما انت بتطالب العمله يطلع، قال له يطلع لغايه كام؟ قال له يطلع زي ما يطلع، ونفس الشيء لو مفيش طلب عليه ينزل زي ما ينزل. فبقت هنا بقى تحرير كامل، الاولاني كان اسمه سعر الصرف الحر المدار، يعني والمدار زي ما اتفقنا مبني للمجهول، يعني في حد بيديره، مين اللي بيدير شؤون الصرف الاجنبي؟ البنك المركزي، فكان بيتدخل لما يلاقي انه طلع بشكل غير مبرر بشكل كبير، بيضخ كميه دولارات من عنده في السوق فيزود المعروض يهبط السعر، والعكس لما يلاقي السعر نزل قوي بشكل غير مبرر برضه كان بينزل، يعني فتره نزول المصريين المدرسين وعوام الدول الخليجيه والكلام ده كله بيعرضوا كتير قوي، يوم ينزل ينزل، يوم الدوله داخله تشتري. فكان هنا في توجه من قبل البنك المركزي في التحكم في سعره، فده اللي كان سعر صرف حر، بس سعر صرف حر مدار. احنا النهارده شلنا كلمه مدار دي، بقت سعر صرف حر، ده بقى هو التعويم اللي ما تتدخلش فيه بشكل كبير. عشان كده انت عملت التعويم نظريا من 6 سنين، فعشان كده دلوقتي اللي بتعمله دلوقتي بقى تخفيض لقيمه الجنيه. ده تخفيض لقيمه الجنيه، وتخفيض لقيمه الجنيه بيدفع ثمنه المواطن، لان الاسعار العالميه طالما ما فيهاش دعم هي بتوصل لمصر اسعار عالميه ما فيهاش دعم لاي منتج، ما عدا طبعا الخبز والقمح، لان دي الدوله بتعلن مسؤوليتها عنها، والعدد مش محدود، يعني 70 مليون بيستفيدوا من ان الرغيف يبقى بخمسه ساغ، ما اعرفش الخمسه ساغ دي اساسا عمله مش موجوده في مصر، لكن هي مقدره، ده يعني اقل عمله اعتقد هتبقى ربع جنيه او حاجه يمكن. لكن يعني حضرتك برضو شايف معادلة الأجور أو تعلية الأجور حل من الحلول لتخفيض العبء، أو لأن الدولة تشيل العبء اللي ضاغط على كاهل المواطن المصري؟ وإلى متى ممكن أن احنا نعلي المرتبات، لغاية إمتى؟ وهل تعلية المرتبات بالأجور العالمية برضو بتضاهى بيها، ولا دي حاجة برضو متروكه للحكومه وتقديراتها؟ اتفضل يا فندم. اي قرار في الدنيا في جوانب ايجابيه وفي جوانب سلبيه. طبعا. حتى قرار زياده المرتبات طبعا. ليه؟ لان النهارده الناس ابتدت تعاني، وارتفاع الاسعار بقى كبير، تزود المعدل التضخم بشكل كبير قوي. حلو. طب انت النهارده زودت المرتبات. حلو. الناس اللي جات لها فلوس دي مش هتصرفها؟ طبعا هتصرفها. وما دام هتصرفها يبقى السعر اللي في السوق هتزيد ولا مش هتزيد؟ هيزيد طبعا. وبالتالي الطلب على المنتجات هيزيد ولا مش هيزيد؟ هيزيد. طب لما الطلب يزيد قوي على المنتجات يحصل ايه؟ الاسعار المفروض تنخفض، يرفعوا الاسعار. لا ترتفع الاسعار لانه عليها طلب. انا لو انا منتج عليها طلب كبير قوي قوي، لو انا مستورد هترتفع، لو انا منتج هتنخفض هرفع السعر. عليها طلب كبير فارفع السعر.
ولما ارفع السعر يحصل ايه؟ التضخم يزيد. وفي بعض الاحيان ممكن جدا يكون الزياده اللي حطها او وضعها القطاع الخاص اعلى من الزيادات النقديه اللي جات لك، فدخلك الحقيقي ينقص لانك بتجيب عدد من الوحدات من السلع والخدمات اقل. والاخطر من دي ما دام بقى في تضخم كبير يحصل ايه؟ يضطر البنك المركزي يتدخل ويرفع سعر الفايده، ولما يرفع سعر الفايده يبقى مشكله. ليه مشكله؟ لانه اولا ما دام رفع سعر الفايده مشكله للمستثمرين، لان انا كمستثمر النهارده عشان اعمل مشروع واخد قرض من البنك تكلفته عليا تبقى عاليه قوي جدا، فمش هعمل المشروع، مش هخسر راس الجدوى بتاعتي اختلت، فمش هعمل المشروعات وبالتالي مش هخلق فرص عمل ومش هضخ انتاج في الاسواق ومش هصدر. دي واحد. البورصه هتتاثر ولا مش هتتاثر؟ انا في البورصه بقى خاطر كتير عشان فايده اعلى. طب اما البنك يديني بقى 25 و30%، هو انا عندي مشروع تجاري او اقتصادي ممكن يجيب لي 30%؟ لا، بعمل ايه؟ مش هعمل مشروعات ومش هختار ومش هخلق فرص عمل. ده مش بس كده، ده في بعض الناس ممكن يوقف المشروع بتاعه ويحطه او يصفيه ويحط فلوسه في البنك ويقعد باشا ويعتمد على الارباح الكبيره اللي بتجيله. بالاضافه بقى انه لو المشروع قائم عندك مشاكل فرعيه. طبعا. النهارده جاي لك الراجل بتاع الضرايب وتقدير جزاتي وانت دفعت كسبت كتير، تاني يوم جاي لك بتاع التامينات الاجتماعيه وانت فين الناس وهربت الناس وعملت قضيه، تالت يوم بتاع الصحه وانت عملت مخالفه صحيه، ورابع يوم ومعرض للسجن. طب اوجع قلبي ليه اذا كان عندي فايده عاليه في البنك؟ بلاها يا عم كل وجع القلب ده كله. متشكرين. انا مش هعمل مشروع والمشروع اللي عندي هصفيه واحط فلوس في البنك ويجي لي 20 و30 فايده وكتر خيركم. فعشان كده زي ما هذه الخطوه فيها امتيازات فيها عيوب، عشان كده فيها عندنا مصطلح جميل جدا اسمه ايه؟ اسمه الحلقه الجهنميه. ايه الحلقه الجهنميه دي؟ اللي هي الدوره دي. تاني انت النهارده اديت الناس فلوس كتير عشان تجامله، صرفوا كتير، خلقوا طلب على المنتج كتير، الاسعار زادت، التضخم زاد، اضطريت بعد كده تدي مرتبات تاني اعلى عشان تعوض الناس لان بقت الاسعار عاليه، وتبتدي الاسعار تطلع تاني تدي مرتبات تاني وهكذا. فعشان كده بتسموها الحلقه الجهنميه لانها لا تنتهي وتفضل باستمرار هذا الشيء. تمام. ملكيه الدوله ويعني ايه الدوله ما تملكش؟ ما الدوله لازم تملك الاراضي اللي عليها تبقى ملك للدوله، كل دول العالم بتقول كده، يعني امريكا تمتلك الاراضي بتاعتها، لكن في مشروعات تانية بتديها للقطاع الخاص. ده يعني ايه؟ عايزين يعني نحدد عشان الناس يقول لك ملكيه الدوله يبقى مصر عايزه تبيع اراضيها او تبيع استثماراتها او تبيع مصانعها. المفهوم واصل غلط للاعلام المصري، فنصححه. يعني حضرتك برضو موجود معنا وفرصة ان ملكية الدولة لابد ان تكون واجبة في حدودها، والقطاع الخاص يحترم في حدوده طالما دافع تمن هذا الاستثمار او هذا المصنع او غيره بقوانين المفروض ان الدولة بتنظمها للقطاع الخاص وتنمية القطاع الخاص. بالنسبة لملكية الدولة مش معناه ان الدولة بتفقد ملكيتها. اتفضل يا فندم. انا فاهم كده بس في ناس كتير مش فاهمه الكلام ده. اتفضل يا فندم. شوف من حيث المبدا في حاجه كده طلعت من حوالي سنه ونص سنتين وكان مطرح بيها حوار مجتمعي سموها ايه؟ وثيقه دي اسمها وثيقه سياسه ملكيه الدوله. الدوله تملك ايه وما تملكش ايه؟ تمام. الدوله كانت في وقت من الاوقات بتعمل بعض المشروعات اللي مش اساسيه قوي، يعني تبيع محلات فول وطعميه، محلات سمك، محلات. هل ده المفروض الدوله باستقرارها الكبير تشتغل في الحاجات الصغيره دي؟ لا، المفروض في القطاع الخاص تشتغل فيها. وبالتالي الوثيقه دي قالت حاجتين، قالت يا دوله عليكي انك تتخرجي من 76 قطاع ومجال وتسيبيهم للقطاع الخاص، وحوالي 34 قطاع تاني تبقى لك دور جزئي مش كلي في سبيل القطاع الخاص، والجزء الثالث لا تعظم استثماراتك فيه. وبالتالي قالت الوثيقه دي برضو ان في خلال الثلاث سنين الجايين لازم القطاع الخاص يتحكم في 75 80% من اقتصاد الدوله، هو دلوقتي حوالي 25 26%، والدوله تباع له من مشروعاتها عشان هو اللي ياخدها وهو اللي يديره وهو اللي يعمل الكلام ده كله عشان يعظم شانه،
في حدود 40 مليار دولار في الثلاث سنين، بحيث الا يقل السنه الواحده عن 10 مليار دولار. طبعا دي جت للدوله كويس انها تجيب لها دولارات، لان ازمتها الحقيقيه ازمه دولارات وازمه قيادات. فانت خدمت الدوله انك جبت لها ايرادات. سؤال، طب هو القطاع الخاص سواء محلي او عربي او اجنبي هيرضى ياخد شركات خساره؟ لا طبعا، لا، هياخد قطاعات واستثمارات كسبانه. فانت بتبيع له الشركات الكسبانه. طبعا دي ميزه لانك انت جبت للدوله 40 مليار دولار. لكن العيب، طيب وهو القطاع الخاص في مصر ممهد ان يتولى 75% من شؤون الاقتصاد بتاع الدوله ولا لا؟ ده سؤال. السؤال الثاني، بعيدا عن القطاع الخاص ممهد ولا مش ممهد، هل النهارده القطاع الخاص مش هيستغل ده انه بيحتاج قطاعات معينه ويرفع الاسعار بشكل كبير ويزود معاناه المواطن؟ ده نقطه ثانيه. السؤال الثالثه، هل الجيل الجديد ذنبه ايه يجي يلاقي الدوله مقترضه مبالغ كبيره جدا هو مطالب انه يسددها، وفي نفس الوقت ما عندوش اصول لان الاصول كلها بتاعت القطاع الخاص، هو ذنبه ايه؟ فكل حاجه زي ما اتفقنا في البدايه فيها مزايا فيها عيوب، فانا قلت لك المزايا وقلت لك العيوب. تمام. استاذ دكتور رشاد يا عبده، يعني الاقتصاد يعني ما هوش كلمه ممكن نحدها بقانون او بتعامل او باستثمار، لكن هو الاقتصاد يشمل كل حاجه، يشمل من اول يعني في حياه الانسان كلها، هو ده الاقتصاد. فكل دوله في فعلا خصوصيات ليها، لكن في المجال العام وقوانين مطبقه في المجال العام في الاقتصاد سواء في امريكا او اوروبا وخصوصا ألمانيا كمان، وحاليا من الدول اللي هي بيسموها النمور الأسيوية كوريا وسنغافورة وسنغافور ويعني ماليزيا، الدول دي في يعني فيها حاجات اقتصادية عممت، هي تجارب اقتصادية عالمية وبتدرس ويعني معروفة ايه اللي حصل. احنا ليه ما بنطبقش نظام كامل بناخده ونحققه كامل؟ يعني ما يعني ما هو الدولة دي ما هياش منتج مصري، الدولة ده منتج دولي او منتج عالمي، واحنا قعدنا نكون فيها من ايام محمد علي لما تكون جيش وبعدين تكون الدولة وبعدين تكون مجلس نيابي وبعدين مجلس شورى وبعدين رئاسة وزراء كان اسمه النظارة، يعني كان في مراحل لتطور الدولة علشان تبقى كالدول المتطورة العالمية، ما هوش اختراع مصري. اشمعنا ناقلين ده لكن مش ناقلين مكونات الاقتصاد بنظرياته العالمية ونطبقه في مصر؟ اقول لك في مثل جميل قوي يعجبني مصري بيقول ايه، اللي فيه عين وراس يعمل عمايل الناس. يعني طالما انا بعرف افكر، طب ناخد اللي غيري نجح فيه واخد التجربه بتاعته وعملها، ايه المشكله؟ إيه عبد الناصر على سبيل المثال من زمان رغم انه كان قائد عسكري مش اقتصادي ولا ليه في الاقتصاد، عمل فكره طيبه قال ايه؟ التطبيق العربي للاشتراكيه. ما خدش الاشتراكيه من بره من روسيا ويوغوسلافيا وبتاع وطبقها زي ما هي، لان الطبيعه تختلف والظروف تختلف، انما عمل لها ادابتيشن ووفقها بما يتناسب مع التركيبه المصريه وابتدى يعملها. نجحت في حاجات وما نجحتش في حاجات، انما الفكره اللي حضرتك بتقولها، طب ما انا اقدر انفتح على الاخرين واجيب تجارب ناجحه واحاول اعملها. تمام. واستبعد ما لا يصلح لي واكد على اللي يصلح لي، واجد في نفسي ما يسمى بالميزه التنافسيه. انا عندي ايه متميز فيه؟ عشان كده برضو لو فاكر يا دكتور عادل، جدك وجدي كان بيقول ايه؟ كان بياكد على انه قيمه واحده اللي اتحولت بعد كده بقت الفلسفه بتاعت منظمه التجاره العالميه بتاعت التنافسيه. فكره ان فعلا اللي مش عارف ايه تلعبه، اللي تكسبه وتلعبه يلعبه اللي بالظبط كده. انت متخصص في حاجه وشاطر فيها، تخصص واشتغل فيها. تمام. فهي دي النقطه. فاحنا في فتره من الفترات كنا زي ما قلت لك اشتراكيين، وبعد كده قلبنا راسماليين، وبعد كده بقينا بنلق حته اشتراكيه على حته راسماليه، زي ما انت بتقول ما بقاش لك هويه. فما ينفعش انك تنقل تجربه وانت مالكش هويه، اول حد اللي انت مين وانت ايه وبتفكر ازاي
وعايز ايه؟ يعني دايما عايز ايه دي مساله مهمه قوي كمان. فكرك ايه؟ وبعد كده تقدر تطبق ده، ايه المقومات اللي عندك؟ يعني لما تشوف على سبيل المثال تجربه بسيطه جدا، احنا بدانا تقريبا مع الهند والصين في وقت متقارب واليابان. انما شوف الصين الهند النهارده لما جالهم راجل محترم وقال والله احنا عايزين نعمل معهد علشان شؤون الكمبيوتر وثوره المعرفه والكلام ده، الدوله اخترعت اديته الامكانيات. النهارده الهنود بيتحكموا في قد ايه في امريكا، دوله مهمه زي امريكا فيما يتعلق بالكمبيوتر وثوره المعرفه، ده حد كبير قوي. تقريبا كل الخدمات من الهند اللي بيرد عليا على الكريدت وعلى المعاملات البنكيه هنود. قول له بالظبط كده. طب انا ما اقدرش، وانا زرت الهند كم مره، ما اقدرش اجيب الراجل ده وابعت فريق عمل فني يقعد معاه وانقل التجربه دي بالكامل. ليه؟ لان فتره فتره جالي المستثمر هنا في مصر تحت زعم زي ما قلنا احنا عندنا الايدي العامله الرخيصه المدربه. فجاء المستثمر لا عندك لا ايدي عامله رخيصه ولا مدربه. فمشي وراح الامارات وراح المغرب وراح لبنان وهكذا. فالمهم نعرف احنا مين، مقوماتنا ايه، محتاجين ايه، نوصل له ازاي. انقل بقى التجربه بناء على الدراسات وابتدي اعمل كوادر حقيقيه. يعني انا فاكر مثلا الاستاذ رئيس الجمهوريه لما كان بيزور المانيا لان 38% من صادرات المانيا من المشروعات الصغيره والمتوسطه. وهو هناك ادم مرجع هعمل وزاره للمشروعات الصغيره والمتوسطه. دول العالم كلها عندها وزارات للمشروعات الصغيره والمتوسطه لانه ما فيش دوله. احنا في مصر بيقول عندنا 40% مشروعات صغيره ومتوسطه، 40% ده حاجه مش قليله. طيب دي ما تستحقش وزاره؟ ده انا عندي وزاره اسمها القوى العامله تستحق طبعا. مش عندي قوى عامله خلاص. ما فيش معنى. أو هيئة يعني هيئة تبع وزارة الاستثمار أو وزارة الصناعة أو أيا كان يعني، يعني هيئة كبيرة يعني. بالظبط كده. بالظبط إنما ما عندهاش وزارة لأن ما بقاش عندي لا قوة عاملة ولا تدريب، الكلام ده لما كنا زمان عادي جدا تتخرج النهاردة في خلال أسبوع يجي لك جواب أنت رحت اشتغلت في مصلحة المجاري، اشتغلت في وزارة الخارجية، اشتغلت أيا كان، النهاردة ما بقاش الدور ده موجود. طيب يبقى في قوة عاملة ليه؟ يجاملوا لحد يعني بس عشان يبقى برضه بتاعنا وراجلنا وبتاعنا. فدي مشكله في العالم الثالث كله، ما عندكش الكفاءات ولا دربت ولا عملت. حتى على سبيل المثال نقول ما هو الامارات والسعوديه جابت كفاءات يا دكتور، جابوا كفاءات من بره لغايه لما تولدت الكفاءات اللي موجوده في الامارات والسعوديه والبحرين وطبعا وعمان والاردن كمان. يعني اديك قلت يا دكتور عادي كلمه مهمه جدا اللي هي اول كلمه بدأنا فيها. ما عندناش الكفاءات وما اهتمناش بمساله الكفاءات والتعليم ما ارتبطش باحتياجات سوق العمل. وزاره ما عملتش وزاره للتدريب وصقل المهارات ما ضربتش. لسه كنت بكلم بقول لحضرتك ايه؟ تعرف في كم مركز تدريب في مصر؟ مش هتصدق يا دكتور. 23,000 مركز تدريب بيعملوا ايه؟ بيدربوا مين؟ تعرف مين اللي بيشتغل في التدريب ده؟ اللي مغضوب عليه؟ اللي دمه تقيل؟ احذفه من ايدك في التدريب ولا بيدرب ولا بيعمل. كل يوم يروح يقرا الجرايد ويفطر ويعمل ويرجع مسميات بس ما اشتغلش، ما عملش تدريب حقيقي. طب ما ده اهدار للمال العام برضه يا دكتور. انت زي ما قلت لك طبعا ده اهدار للمال العام يعني ولا اهتميت بجيل كل المراكز دي اللي ما بتعملش حاجه وما بتنتجش طبعا كل صور لاهدار المال العام ولا دربت الناس ولا عملت الناس ولا الكلام ده كله. طيب هيجي لك بقى منين الكوادر بالاضافه؟ هديك مثال غريب جدا. فترة قبل ما يجي رئيس السيسي مباشرة أو أول ما جه رئيس السيسي ما كانش في برلمان. فرئيس السيسي كان هو اللي بياخد القرارات إلى أن يجتمع أول برلمان ويصدق على القرارات. خد قرارات كتير قوي في الفترة دي أكتر من 300 قرار. كله دخل البرلمان المصري اتوسع عليه باستثناء قانون واحد. ده اللي ما اتفقش عليه. اللي هو أهم قانون الخدمة المدنية. كان القانون بيقول لو انت النهارده موظف فاشل في الحكومه او قطاع العام وخدت ضعيف جدا ينقلك في وظيفه ثانيه في مكان ثاني، خدت ضعيف جدا لا متشكرين ما لكش مكان. قال لك لا ازاي؟ اديله فرصه ثالثه ورابعه حرام عليكم، عنده اسره، عنده اسره يطور نفسه. فبقى ده هنا فاير في لحظه يعني لو الشركه بتتباع
ما بيخيروهمش، هو فايرد على طول للكل، وابحث عن اي حته تانيه، لان هو المفروض ان هو عنده امكانيات بيطور نفسه وعارف ومستعد لاي لحظه. ان هو انا اغلب الناس طبعا قطاع خاص ان الشركات دي تتباع ما فيش مشكله ويفقد عمله بسهوله، لكن بتطويره لنفسه ان هو يجد العمل، يجد العمل التاني سواء سالري او اورلي او اكزيكتيف على حسب امكانياته. احنا لسه لغايه دلوقتي ما نعرفش التفاصيل، يعني بين العماله اللي هي بالساعه اللي هي العماله العاديه، وبين العماله اللي هي بالسالري اللي هي انا محتاجها كاداره، والاكزيكتيف اللي هي دي بقود بيها الدوله. يعني حتى التنظيم ده مش عارفين نعمله. اقول لك اجمل من كده يا دكتور، لما كانت 25 يناير عملوا ايه؟ كانت الدوله فتره من فترات، عشان الجهاز الاداري في مصر متضخم قوي 6 مليون بني ادم، هو المفروض يكون اكثر تقدير نص مليون، مليون ده لو بالكثير قوي. فجيت كل اللي كنت بتعمل فكره طيبه بقى عشان بعد اجتماعي، بتعين كده باليوميه، بتعين مؤقت، الكلام ده كله. اول ما 25 يناير الناس دي ضغطت على الدوله والدوله خافت منهم، راحت معينهم كلهم شكرين يا اخوانا. وايه بقى؟ ده بقى له 20 سنه كان مؤقت، ياخد حقه في ال 20 سنه. فبقت عندك اعداد كبيره جدا وعباد مش محتاجها. عشان كده بقيت لما تيجي تخش اي مصلحه حكوميه، بدل ما تلاقي واحد المفروض يخدمنا، ده تلاقي جيش كرار موجود جوه، وكله بقى اشمعنى انا اللي اشتغل؟ طب يرمع الثاني، فبقاش حد بيشتغل. وعشان كده هنقول دي بيروقراطيه. لا مش بيروقراطيه، لان هي اعداد زائده. وده برضه حتى على مستوى المصانع اللي بتيجي مثلا، على سبيل المثال مصنع تبع الدوله بتلاقيه خسران خسائر كبيره جدا جدا، ومصنع نفس المصنع في القطاع الخاص بيكسب. طبعا محدش فكر ليه بيخسر ولا بيكسب. اقول لك السبب صغير، لان القطاع الخاص معين 100-150 واحد، مصنع القطاع العام فيه 7000 و8000 واحد، فرق المرتبات لوحده حوالي 10-12 مليون. احنا عندنا المثل حلوان ومصنع الحديد والصلب، يعني مصانع الحديد والصلب دي قليله جدا في العالم كله، ومع ذلك احنا قفلنا مصنع الحديد والصلب لانه بيخسر للاسف. وسجوه بتاع الاسمنت وغيره وغيره. بس دي اداره، يعني دايما بعد اذنك يا دكتور عادل، الاسباب بتاعت الخسائر مختلفه من مصنع لمصنع. في فرق زي ما قلت لك، ان دراسه جدول التصدير كانت معموله غلط، في دراسه ثانيه عشان فرق المرتبات، فرق ثالث اني جبت اداره مش عارفه تدير، فرق رابع انك ما استعنتش بكفاءات افضل، فرق خامس الناس العرب والايه وجم وسطوا وانت اضطريت خفت منهم عينتهم ولادهم وهم ما بيشتغلوش، فرق سادس المنافسه مش مظبوطه ومختله، فرق وهكذا. فانت ما تقدرش تحط معيار واحد لكل دول، يعني الاسباب مختلفه زي بالظبط الخمسه سته اللي بيروحوا للدكتور، كل واحد بيشتكي من عيله مختلفه، ما ينفعش يبقى في دواء واحد للخمسه سته دول، ليه؟ واحد بيشتكي من القلب، واحد بيشتكي من رجليه، واحد بيشتكي من ودانه، ما ينفعش دواء واحد. احنا للاسف جينا خدناها شقله واحده وادينا دواء واحد، ما ينفعش الدواء الواحد، لازم كل مرض له علاجه وله الدواء بتاعه. فاحنا مشكلتنا بنخلط الامور بعضها ببعض. مفيش دوله بتعمل تنمية حقيقية وما عندهاش صناعات ثقيلة، مفيش دولة بتعمل تنمية حقيقية وما عندهاش مصنع حديد وصلب وضرفلة و و و، إنما المشكلة إن الوزير يستسهل، عنده مساحات كبيرة قوي، إيه لو بعت الأراضي دي لوحدها تكسب البلد. هديك مثال غريب جدا، إن المصنع ده باع في نفس السنة بمليار جنيه لمصنع قطاع خاص اللي الحديد بتاعه، ليه؟ تبيع بمليار ليه؟ وانت اصلا مكسبك كام وخسائرك كام؟ وابيعهم للمنافس بتاعي؟ فانت ما جبتش اداره صح، ما جبتش رئيس مجلس اداره صح، لوائحك غلط وما طورتهاش، العمال ما تدربوش، بتيجي المصنع اللي خسر زي اللي كسبان بتدي له مكافئات وبتدي له ارباح وهو ما ربحش هو خسران. انا كنت عامل مجلس اداره احدى الشركات كده من فتره، فترة الدكتور محمود محي الدين قال لي لازم تبقى معانا، فحطينا في هذا المجلس اداره شركه قابضه. فقبل الجامعات العموميه كان بقالي من شهر، فلقيت شركه من الشركات جايه وعليها خسائر كام؟ مش هتصدق، مليار و200 مليون. المهم عملنا جمعيه، والمفروض في قانون في مصر بيقول اذا كانت الخسائر بتاعتك المجمعه اكثر من نص راس المال المفروض تتنطع الشركه. بس طبعا القانون مضاد، حط كده حدين قال الا اذا رات جمعيه عموميه غير ذلك. انا قلت لهم لا، وليه غير ذلك؟ تتصفى شركه خسرانه مليار و200 مليون، تقعد تفضل ليه؟ المهم يا دكتور وعشان خاطرنا والضغط،
قلت لهم ما ينفعش. فالمهم انه في الاخر بقى البند الاخير الارباح، فعايزين ندوم 6 اشهر. قام رئيس اللجنه النقابيه وتمركز وتشنج، 6 اشهر ايه؟ اشتري فتره 6 اشهر، عشان بناخد على قد 8. فانا قلت لهم وانا شهر دي كلمه ارباح لما تربح، انت ما ربحتش تاخد ليه ارباح؟ وحصلت مشكله، هما جايبين عمال واقفين تحت محفرين المبنى، ويضطر رئيس المجلس هو عشان الاجور ضعيفه فبيسمي الحوافز ارباح، لكن هي مش ارباح. ما هو الاعلام المصري كان في مسيره كانوا بياخدوا حوافز، والتلفزيون بياخد 5 مليار من الدوله، من ميزانيه الدوله، ومع ذلك كانوا بيسموها ارباح. بالظبط كده، عايز تنجح سمي المسميات باسمائها. بالظبط، ان انا ما تلفش وتدور. فانت عشان برضه الاداره عندك متخلفه زي ما حضرتك بتقول دي. لكن سؤال يا دكتور، دكتور رشاد، يعني ايه اللي يدير الدوله؟ ايه اللي يدير الدوله او اللي يأذيها من ان كل الحاجات المدنيه دي تتحول لقطاع خاص؟ يعني انا فوجئت ان المجمع التحرير تحول الى قطاع خاص وبقى حاجه تانية خالص في الشكل والمضمون، وحاجه كده جميله قوي يعني، وشركه هي اللي خدته وعملته، ومجمع التحرير ده هيتنقل في حته تانية في العاصمه الاداريه بمبنى تاني بامكانيات تانية، واعتقد ان هو يبقى برضه مباع خدميا يعني. يعني احنا بننقل اهو، بننقل النظام العالمي وبنجيبه. يعني هو احنا بنعند في حته وبننقل في حته، احنا ليه متجزئين؟ ما يعني انت خد الحته البيع على بعضها، قطاع خاص يبقى قطاع خاص، وانا مشرف كدوله، ما انا القانون في ايدي وانا التنظيم في ايدي، واللي يخالف هقطع رقبته، ما فيش مشكله بالقانون طبعا. انا ليه اخاف من القطاع الخاص؟ ما فيش مجال للخوف هنا. اتفضل يا فندم. مش بس بتخاف من القطاع الخاص، انت بتخاف من الجماهير، وبتخاف من الناس، وبتخاف من اعضاء البرلمان، ده كله، وبتخاف من الصحفيين، وبتخاف من كل حاجه. وانا دايما عندي حكمه بقولها، المرعوش دائما والخائف دائما لا يستطيع ان المرتعش لا تصنع قرار. تمام، بالظبط كده. فدي مشكله كبيره، وزي ما حضرتك بتقول في هنا ايه؟ في فرق بين السياسه العامه او الاجراء والسياسه. السياسه عامه على الكل، الاجراء مرتبط بمرحله او بمكان او بفتره زمنيه. فاللي انت بتقوله ده عشان انت مرتبط بوزاره معينه او حدث معين، وهو الصندوق السيادي المصري. لان برضه الصندوق السيادي المصري فكرته، بس فكره الصندوق السيادي اساسا كانت معموله في دول الخليج عندها ايرادات كبيره، بتقول طب بكره لما يخلص البترول اذا بالجيل الجديد يعيش، يرجع بقى يشتغل، يعيش على النخل والماعز والكلام ده كله. احنا ناخد جزء من الايرادات والجزء الثاني نشيله لهم في صوره استثمارات، عشان لما يجي الجيل الجديد يلاقي عنده استثمارات لها عوائد تعيشه في محبوحه من الامر، زي ما احنا عشنا في محبوحه من الامر. دي فكرتك الاساسيه. لكن مصر ما عندهاش الفوائد الكبيره دي كلها، فعملت ايه؟ قالت فكره الصندوق السيادي ان انا اخد الاصول غير المستغله في الوزارات المختلفه وابتدي اديها لصندوق متخصص يستثمرها. عشان كده قالوا هذا المبنى ممكن يبقى ذي قيمه كبيره جدا، ممكن تقسمه الى أكثر من فندق، أكثر من مستشفى، أكثر من وهكذا. وأنت زي ما حضرتك بتقول مصلحة الجوازات تروح كلية الشرطة، مش عارف مصلحة إيه تروح فين وهكذا، وزعتها وبالتالي فضيت المكان ده كله وفي قلب ميدان التحرير، فممكن يبقى يجيب لك مليارات عديدة تعوضك عن إنك ما كانش عندك فوائد من بترول أو من مكاسب أو من ما إلى ذلك. فده مرتبط بتجربة بعينها وليس سياسة عامة. يعني سياسة النجاح، أنا عايز أقول سياسات النجاح عموما معروفة، وروشتة النجاح معروفة، والبنك يعني حتى البنك الدولي بيقولها وعايز يفرضها بشعب قصاد القرض. لكن أنا مش عايزها تفرض عليا، أنا عايز أخدها بمزاجي. يعني عايز بكل رضا إن أنا أخد النموذج ده والتجارب دي من البرازيل، من اليابان، من كوريا، كلها نماذج ناجحة وكلها بتصب في نفس الموقف وكلها صالحة لتقوية الاقتصاد. وفي حتة بس يعني أنا عايز يعني حضرتك تعلق عليها، ان دايما الاقتصاد مرتبط بالسياسه او السياسه مرتبطه بالاقتصاد. ما ينفعش ان انا يعني امنع حاجه واقوي حاجه. لو انا بقوي قطاع خاص يبقى لازم في احزاب وحاجات كده، وفي شركات كمان تبقى مؤيده. يعني الموضوع لازم يبقى متكامل. ما عشان كده ما ينفعش اخد جناح واطير بيها، بقى الطائر مش هيعرف يطير، لازم الجناحين يطيروا، الاقتصاد والسياسه. اتفضل يا فندم.
طبعا حضرتك بتقول الكلام منطقي جدا، عشان كده في المقوله الشهيره المعروفه الاقتصاد والسياسه وجهين عمله واحده. وانا كنت دايما وزعلوا مني الفتره الطويله بعد 25 يناير، قلت ان احنا كان عندنا مشكله ان وشبهتها بالانسان العادي، عنده رجلين مفترض انهم متساويين قد بعض، واحده اسمها رجل السياسه وواحده اسمها رجل الاقتصاد. طبعا لو واحد عنده رجله بيزك برجله الثانيه يبقى برضه السياسه هتزك شويه، لو عنده بيمشي على رجل واحده هيتنطط ومش هيقدر ياخد قرارات لانك ما ركزتش. وبالتالي دي مش برضه مشاكل العالم الثالث، ان المساله عايزه جزئين، عايزه الوزاره تنقي وزرائها صح، تحط افكار سليمه جدا، تحط مشروعات قوانين، تحيل لبرلمان قوي فاهم مش جاي برضه بمعايير معينه، وبالتالي يتبنى سياسات عامه للدوله تبقى قادره على جذب استثمار وجذب مستثمرين وجذب تجارب وما الى ذلك. انما انت زي ما عملتش دوت يبقى متشكرين، زي ما حضرتك بتقول ليش النهارده البرلمان جاي يناقش الاستثمار المباشر، كنت فين من 100 سنه، مش النهارده. فهي دي المساله، ان اول كلمه قلناها انك تختار القيادات والكفاءات بطريقه سليمه وسويه، انما لو جاملت عليه العوض ومن العوض، لو جبت الحبايب والجيران والاصدقاء والكلام ده كله يبقى عليه العوض ومن العوض. فهي كل ده مرتبط بحسن اختيار الكفاءات والقيادات، سياسات ثابته مستقره واضحه، انك تفضل الفساد بشكل ايجابي وفعال، تقضي على الفساد البيروقراطيه، تعمل بنيه تحتيه حقيقيه، سياسات وتشريعات تعمل على جذب استثمار المستثمرين، تذليل العقبات امام هؤلاء المستثمرين، تيسر مهمه المستثمر في اقامه المشروع، تيسر مهمه الصانع في التصدير و كل ده زي ما حضرتك قلت كلها اتسبكتش، كلها مساله حاجه واحده ومتكامله وبتصب في خانه واحده. تمام. بنشكرك شكرا جزيلا، احنا طولنا على حضرتك، لكن يعني الحديث شيق جدا مع حضرتك، وبنستفيد اقتصاديا من هذه الخبره العميقه، ويعني درس بيبقى في الاقتصاد. لعل المشاهد ان هو يقدر يشارك برايه لو هو في اي حاجه سواء قطاع خاص او غيره، يبقى فاهم ان الاقتصاد احنا مش بنقدمه كده للمعلومات العامه، احنا بنقدم ارشادات لاصلاح الاقتصاد لدوله قويه وستظل قويه في اقتصاد قوي. بنشكرك يا دكتور، وبنشكر ارائك الاقتصاديه، ويعني انا نفسي بستفيد كاني قدام يعني باخد درس في الاقتصاد مع مكالمه حضرتك. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. الحقيقة يعني الاقتصاد بحوره واسعة، والاقتصاد هو العلامة الفارقة في تاريخ الدول. يعني من أيام محمد علي لما عمل نظام الالتزام وأن الدولة تملك كل شيء، لأن كان ما كانش فيه نظام عالمي موحد ولكن كان فيه بوادر، ولما عمل الدولة كان لازم الجيش يعمله بطريقة بمقومات الجيش، ويعمل نظام الضرائب ونظام الالتزام ونظام الإيجارات، وابتدي يعمل مندوبين لتحصيل الضرائب في كل بقاع الجمهورية قبل مصلحة الضرائب وقبل النظارة وقبل رئاسة الوزراء. ده مين واحد بس بيفكر في إنشاء دولة وأعملها؟ هي فكرة بتنفذ صح فبتتعمل. عشان كده محمد علي دخل التاريخ في مصر. في طبعا عوائق كتيره قوي، وفي حاجات مصلحه شخصيه ليه اكيد، حلل زي ما انت عايز، لكن هي فكره انشاء الدوله احنا واخدينها دوله ودوله قويه، اصلاحها سهل، الروشتة موجوده، قيادتها قويه، مصر دوله واقفه على رجليها كويس، الاقتصاد يمكن اصلاحه، السياسه ممكن اصلاحها، لكن البطء في الإصلاحات هو الظلم البين لهذه الدولة. دولة كلنا بنحبها وبنحترمها، دولة مصر دي في قلبنا من جوه، ومصر تستحق أكتر من كده. أنا عارف إن القيادة السياسية بتحاول تخفف العبء على المواطنين، لكن الكل لازم يشارك في ده. والاستشاريين فين الاستشاريين اللي بيقبضوا بالمليارات؟ ما أعتقد إن دلوقتي يعني ما فيش استشاريين قوي، يعني نجيب ناس من بره. الامارات عملت كده، جابت خبراء اقتصاديين من بره، السعوديه عملت كده، دول عندهم موارد، بس ما احنا عندنا موارد وعندنا مصر عريقه باولادها، وقطاع التعليم اللي باظ ما يتصلح بقرارات سياديه، بدخول القطاع الخاص اكتر بمستوياته.
يعني في قطاع خاص للطبقه المتوسطه، قطاع خاص حتى للطبقه الغلبانه، يبقى في قطاع خاص برضو لدول، يحس انه مميز في ينتج في التعليم. يعني ما يبقاش الكل حاجه كده، حاجه واحده مظبوطه في قالب يطلعوا كلهم نفس الحكايه. ربنا يدي حكمه للقيادات، يدي حكمه للاقتصاديين، يدي حكمه لارجاع سياسه الاحزاب وتقويه الاحزاب في مصر، لان اقتصاد من غير حاله سياسيه، من غير احزاب قويه لاختيار الكفاءات اللي تمشي مصر او استيراد الكفاءات اللي تمشي مصر، اعتقد ان ده ما يبقاش قرار فردي او واحد بس يبقى مسؤول عنه، لازم تبقى مجموعات ومؤسسات، واحنا دوله مصر المفروض انها دوله مؤسسات. يعني قانون تحقيق العداله، وده برضو في الشيوخ، يعني تحقيق العداله في مجلس الشيوخ بيناقش النهارده 2023، نشوف الخبر بيقول ايه. يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية اعرف اهداف قانون تخطيط الدولة، ده بتاريخ الاحد النهاردة، وكتب برضو اللي هو مجلس النواب، قال كتب كامل من مجلس النواب، حددت المادة 2 بقانون رقم 18 لسنة 2022 باصدار قانون التخطيط العام للدولة. أهداف القانون والتي تنص على، يهدف هذا القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام موارد الدولة كافة ومعدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعيا وجغرافيا وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة. كما حدد قانون التخطيط العام للدولة عددا من الضوابط لإدراج أي برنامج أو مشروع بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث نص على أن تلتزم الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتراطات العملية التخطيطية، ومنها دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبرامج والمشروعات، التوزيع الجغرافي للبرامج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة، الإحصاءات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاعات والبرامج والمشروعات والأنشطة المختلفة، الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبرامج والأنشطة، مؤشرات الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة وفق منهجية البرامج والأداء، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الوحدات سالفة الذكر ومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها. يجب عند إدراك إدراج أي برنامج أو مشروع في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة أو يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة البرنامج أو المشروع وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها، وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه، يخش للتنفيذ الاقي حاجة تانية خالص. كلام وديباجة كلامية، يعني مفيش أروع من كده. ويطلع القانون يقول لك تمام، لكن تنفيذ القانون بيروقراطية رهيبة الشكل. نسهل، بس نسهل من غير ما يعني يبقى في سبل للتسهيل حاجة، وإن تغطية الفساد حاجة تانية، عشان ما نقولش نسهل يعني معناها رشاوة، لا، الكلام يتفهم في معناه. تسهيل يعني تخفيف الأعباء على المواطن اللي عايز يعمل مشروع أو الشركة أو المستثمر، بإنها تبقى في إيد واحدة. قلنا هيئة الاستثمار وعملت مشروعات، طب افرض إن هو عايز مشروع من اللي هنا يعرضه، ولو اتوافق عليه يبقى من ضمن المشروعات. هو ده التسهيل. يعني أنت، يعني أنا لو داخل مثلا
مول عايز اشتري حاجه مش موجوده، بديلهم اقول لهم ممكن تنتجوا لي ده، يقولوا لي اه تعالى بعد 3 اسابيع. هي نفس الوضع، واحد مستثمر جه مش عاجبه المشاريع اللي معروضه تبع هيئه الاستثمار، لا انا عايز اعمل مشروع تاني في الحته الفلانيه بتكلفه كذا بانتاج كذا، وادي دراسه الجدوى بتاعته. اعمل ايه؟ اخد المشروع ده جدي، يبقى في قانون عندي ان بدراسه في لجنه تدرس هذا المشروع وكلها في حته واحده، وتخصص الاراضي وكل حاجه وتمام التمام وكله من لجنه واحده. اعمل اللجنه دي بقى مكونه من الوزارات كلها، الوزارات المعنيه، الهيئات المعنيه، هي لجنه واحده او هيئه واحده بس. اما العذاب بقى بتاع ده الاراضي ويروح وزاره الزراعه، لا 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 ده الاثار، ده لا 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 ده القوات المسلحه، لا 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 ده وزاره الصناعه، لا لا لو سمحت الجمارك وزاره الماليه، يعني انت ما خدتش الموافقه، لا انت كده بقى يعني هو مش ناقص تعذيب، هو هيروح في اي حته تانية ويعمل وعلى الراح بيوسعها، وياخد كمان مميزات ان هو ما عندوش ضرائب لمده 5 6 سنين او 7 سنين، في دول بتعمل كده. والمبلغ اللي بيجيبه مضمون طول ما هو بيشغل ناس، وياخد اقامه وياخد مش عارف ايه وياخد جنسيه وياخد يعني كل الدول بتعمل كده من غير اشتراطات. ما بتقولش لا انا هاخد من الهند، لا انا مش هاخد من الصين، لا انا مش هاخد من مصر، لا انا مش هاخد من الامارات، من كله. فما ينطبق عليك الشرط يلا خش. ده العرق بتاعه مش نافعني، ده مش عارف، ما فيش الكلام ده. مصر لما كانت متعدده كانت بتدين بريطانيا، اه كان في دوله 3% وال5%، بس كان ممكن بتعديلات اقتصاديه زي ما عملت كل الدول من غير لا ثوره ولا غيره، وكان ممكن تنشا الطبقه المتوسطه بقرار عادي. دخول مؤسسه مهيمنه على بعض المؤسسات جايز في بعض الدول بتعمل كده، بس بتنجح في انها بتدير وبتجيب الاداره. يعني في الاخر لازم تدي العيش لخبازينه زي ما بيقولوا، يعني تدير ماشي وماله. ما هو وزير السياحه ده ملوش دعوه بالصناعه، لكن ممكن يحتك بيها لما يقول ان في معدات هنبتدي نستوردها لاداره مشروع في الهرم. وزاره الصناعه تقول له ايه؟ طب المعدات دي هتبقى شكلها ايه وهتخش ازاي وتعمل ايه؟ يبقى في تفاعل ما بين السياحه والصناعه، مش كده؟ احنا بنعمل ده، بنعمله في كل حاجه. التكامل بين الوزارات، طب ما الوزارات بتجتمع، الوزارات كلها بتجتمع تحت رئاسة رئيس الوزراء كل يوم تقريبا، كل يوم. هل الوزراء ما بيقولوش في أولويات لتقديم المشكلة؟ ما فيش ولا واحد منهم بيفكر خارج الصندوق؟ يعني احنا افتقدنا التفكير خارج الصندوق. انا لا انتقد الوزارة، ما هو تغيير الوزاري ما هتجيب نفس الحكاية. ما هو لو هو موظف خلاص زي ما قال الدكتور رشاد، لو هو موظف فخلاص هينتج ليه؟ هو هيدير كما اللوائح والقوانين بتقول كذا، مكبل مش هيقدر يعمل حاجة في أي وزارة. نخلع بقى من الأخبار اللي هي تحقيق العدالة الاجتماعية، الكلام يعني واللجنة الاقتصادية، الاستثمار المباشر، وطبعا قلنا الاستثمار المباشر ده مفيش حاجه كلها مميزات، مفيش حاجه كلها عيوب، لازم العيوب والمميزات بتاخد الاقل عيوب واكتر مميزات في كل حاجه، حتى في الدواء. الدواء اللي بتاخده بيبقى ليه اثار جانبيه، اي دواء في الدنيا طالما في عندك مرض وبتاخد دواء ليه اثار جانبيه، الاثار الجانبيه دي اقل اثار جانبيه للدواء الفلاني، للدواء العلاني، وهكذا. الاستثمار المباشر فيه سلبيات طبعا وفيه ايجابيات كبيره، اعظم من الايجابيات بقوانيني وباستقبالي وبتسهيلاتي، واقلل من السلبيات. في بقى محميه في مصر ب 10 جنيه تذكره الدخول، ودي حاجه انا فوجئت بيها. انا عشت في القاهره سنين عمري ما سمعتش عن وادي دجله،
وممكن تخش جوه. طبعا الشوي مش ب 10 جنيه، هي تذكره الدخول بس هي اللي ب 10 جنيه، وممكن تخش تلاقي نفسك ممكن تعمل حفله شوي، تاخد الشوايه في العربيه وكده وغيره، ووصف السفاري وحفله، عشان يعني بتعتبر حاجه ما هياش غاليه، وفي نفس الوقت اهو يعني تنفض شويه من الاثار الاقتصاديه اللي موجوده، واعتقد ان في زيادات كلها للمعاشات والموظفين، فممكن ان هم يقطعوا ال 10 جنيه ما بقتش حاجه غاليه قوي في مصر اليومين دول، فممكن ان هو يخش يدخل المكان ده علشان يتمتع بالسفاري اللي موجود فيه. رحله سفاري وحفله شوي ب 10 جنيه احلى مغامره في مكان ساحر بالقاهره. نرى الحلقه اتعملت على اليوم السابع، يعني حلقه بالفيديو، واحنا طبعا مش نقدر نذيع الفيديو لان حقوق الفكريه دايما بالنسبه للفيديوهات بالنسبه للفيسبوك واليوتيوب بتبقى خاصه بيها، لكن ممكن تخشوا على الخبر وتعرفوا هو قايل ايه، وفي فيديو محترم تعرف منه المكان وتصويره وروعته. يعني نشر تلفزيوني اليوم السابع الحلقه جديده من برنامج كده رضا، والتي عدها وقدمها الزميل محمود رضا الزملي، وشملت الحلقة جولة حية داخل محمية وادي دجلة بالمعادي التي تصلح لعشاق الطبيعة والمناظر الطبيعية والهدوء والاسترخاء، وشملت الحلقة جولة داخل المحمية وتجربة التخييم فيها بأقل تكلفة، وتعتبر محمية وادي دجلة بمحافظة القاهرة محمية طبيعية بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 99 والمعدل بالقرار رقم 3057 لسنة 1999 بمساحة إجمالية حوالي 60 كيلو متر مربع. وشرحت الحلقة كيفية الوصول إلى المحمية عن طريق مترو المعادي، وبعدها ركوب ميكروباص إلى مسجد الكويتي، ومن هناك تاكسي إلى داخل المحمية. وتعرف المحمية كبيئة مميزة بطبيعة جغرافية في مصر، ومعظم المناظر الجميلة في وادي دجلة هو المنظر العام للوادي والغني بالحياة النباتية والحيوانية، ويكسو الوادي غطاء من النباتات، وقد سجل حوالي 64 نوع من النباتات. واستعرضت الحلقة مميزات محمية وادي دجلة الرئيسية، انها في قلب القاهرة وستجعل الزائر في مودة يعني مختلفة تماما، وسينسى انه في القاهرة، خاصة ان المحمية موجودة في زهراء المعادي. يعني خبر مفاجأة، واللي غاوي محميات ورحلات سفاري دي حاجة كده لتخفيف العبء عن المواطنين، ب10 جنيه تقدر تخش، والباقي بقى انت لو عايز تعمل حفلة شوية انت تاخد الشواية بتاعتك وتروح تعمل الحفلة هناك، الخيمة بتاعتك، وتقعد شوية تتمتع بالطبيعة اللي مش موجود زيها في العالم كله. على فكرة انها تبقى قريبة جدا من مدينة، يعني عشان يعملوا سفاري دي في اي حتة تانية مثلا في اريزونا ولا حاجة بيمشي 30-40 مايل، وفي المكسيك نفس الحكاية. يعني هنا انت جنبك بينك وبين محطة المترو تقريبا مفيش 3-4 مايل. يعني مصر فيها حاجات جميلة وحاجات كويسة، وبقول ان السياحة في مصر هي اللي ممكن يبدأ بها، او هي اللي ممكن ان تنتشلنا من الأزمة الاقتصادية الآن. الاهتمام بالسياحة وتدريسها على جميع المستويات، وان السياحة هي الثروة القومية والأمن القومي الحقيقي لمصر والدخل مصر. نيجي بقى للهم الجامد قوي وحرب روسيا على أوكرانيا، واللي بدأت في السنة الثانية، بقالنا شهر سنة وشهر يعني الآن، إن روسيا بدأت تهجم وسمت الهجوم الأخير على بخموت في شرق أوكرانيا بمفرمة اللحم. تخيل يعني واحد عسكري داخل بيفرم مدينة علشان ياخدها، بيفرمها يعني إيه؟ يعني كله دمار شامل عشان ياخد مدينة. ودي في عرف الحروب وعرف الأمم المتحدة ومجلس الأمن جريمة حرب، يعني حتى المسمى والأسلوب هو جريمة حرب. وطبعا الدفاع المستميت من الأوكرانيين عن هذه المدينة يقدر ويحترم، وطبعا يعني نقول ربنا معاهم، لازم تدافع عن أراضيها. سياسي أوكراني
حتى مع كل ده وروسيا بتعمل ده كله، الى ان اوكرانيا بدات تتغير وبدا يبقى فيها جيش، وده انا قلته الاسبوع اللي فات. اوكرانيا فيها 2 مليون متبرعين انهم يبقوا عسكريين، وبيتم تدريبهم في المانيا وايطاليا واليونان وفنلندا ورومانيا، اي دوله بتاخد مجموعه وتدربها على سلاح معين ويرجعوا تاني ويكونوا الجيش. طبعا الدفاعات الجويه موجوده، الدفاعات الارضيه موجوده، يعني بدا يخش مدرعات ودبابات علشان الجيش الاوكراني ده يبقى علامه جيش. يعني طبعا هم ما بيحصنوش الجيش الاوكراني علشان يبقى اقوى من الروسي او يضرب في روسيا، الكلام ده مرفوض تماما، لا الحزب الناتو ولا الامريكا، هو برضو عشان يدافع عن اوكرانيا. فالسياسي الاوكراني ده في احدى البرامج في الاعلام المصري، وده على عكس المتوقع من المذيع او من المضيف يعني من سياسي اوكراني، فبيقول له ايه؟ نشوف الخبر بيقول ايه كده. سياسي اوكراني بيقول للقاهره الاخباريه: كييف تطالب باسترجاع القرن. قال له ده انت في عندك حاجات حاجات دخل عليها الروس وخدوها، يعني كل الشرق الاوكراني محتل، انت كمان ده هيخرجوا وهاخد القرم كمان. ده الكلام ده كان في يوم الجمعه 3 مارس، وعلى احد البرامج المصريه القاهره الاخباريه. بيقول ايه رامي ابو شمسيه عضو حزب الباتريوت الاوكراني؟ كتب الامير نصري: قال رامي ابو شمسيه عضو حزب الباتريوت الاوكراني ان اوكرانيا لا تسعى لتغيير نظام الحكم في موسكو. مش مصلحين، مالناش دعوه، مش عايزين، مش تبعنا، ما يهمناش، بل لتحرير الاراضي الاوكرانيه، لافتا الى ان روسيا ستنقسم الى اكثر من دويله وان بها اسلحه نوويه خطيره للغايه. تصريح خطير جدا من سياسي اوكراني ان روسيا ايه؟ ستنقسم الى اكثر من دويله وان بها اسلحه نوويه خطيره للغايه. طب ما احنا عارفين، بس تنقسم الى اكثر من دويله دي جديده، وبيقولها سياسي اوكراني. اضاف ابو شمسيه للقاهره الاخباريه ان شبه جزيره القرم ارض اوكرانيه وليست روسيه، لافتا الى انه منذ 2014 واوكرانيا تطالب بارجاعها. واوضح عضو حزب الباتريوت الاوكراني ان موقف اوكرانيا تغير وباتت تصر على استرجاع شبه جزيره القرم بفضل الاسلحه التي سلمتها كييف من دول حلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه، لافتا الى ان الاسلحه في اوكرانيا الان مداها نحو 160 كيلومتر، وبالتالي من الممكن ضرب الجزيره والمواقع العسكريه الروسيه. واشار الى ان اوكرانيا باتت تمتلك المسيرات التي تستطيع قصف الاراضي الاوكرانيه المحتله منذ عام 2014، ولهذا يزداد بشكل يومي الموقف الاوكراني قوه وصلابه. ذكر ابو شمسيه انه من اهداف الحكومه والشعب الاوكراني الانضمام لحلف شمال الاطلسي، اذا انه عمليا اوكرانيا لديها جميع اسلحه الناتو وتقاوم روسيا باسلحه المنظمه الدوليه، وبالتالي جميع جيش الناتو يتدخل ليكون لاوكرانيا من يحميها جنبا الى جنب مع الجيش الاوكراني. وتابع: نطالب بالدخول للناتو وهو رحب بالدخول، ولكننا عمليا نريد خطوات جاده على ارض الواقع وليس شعارات ما دام يمدنا بالسلاح. سياسي اوكراني في حزب يعني واعي، واللي بيقوله ده بيعلن عنه مش منطلق العظمه والبهو، لا، من منطلق ارض الواقع ان اوكرانيا باتت قويه واقوى من الاول. اوكرانيا بتتدمر او ماله؟ هل ادي لك مثل في حرب 67 لما جت واسرائيل احتلت سيناء، المدن اللي على غرب القناه البورسعيد والاسماعيليه والسويس هجر 90% من اهلها، بل يمكن 100% من السويس مثلا، لانها كانت بقت مسرح للعمليات. ده غير ان الغارات هدمت اغلب المدن دي.
المدن دي اتبنت تاني وبقت اعظم من الاول، لان ارادة المصريين تحرير الارض، ارادة الاوكرانيين تحرير الارض، فما فيش ارادة هتغلبها قوة عسكرية. هتقول لي روسيا كانت قوية، اقول لك اسرائيل كانت قوية وبتمدها امريكا بشهادة العسكريين المصريين نفسهم، ومن قادوا الحرب قال لك ان احنا قدنا باسلحة روسية من حرب الحرب العالمية الثانية باسلحة غير متطورة خوفا من ضرب العمق الاسرائيلي، واحنا مش هنضرب العمق الاسرائيلي، ومع ذلك تفوقنا في حرب 73 والتكملة بالسياسة بعد كده. ده مثل. الاوكرانيين مهزومين دلوقتي لان متاخد منهم اراضي، لكن اقوياء بانهم خلاص بدأوا جيش. هو ما كانش فيه عندهم خيارات، هم مش عايزين يبقوا تابعين لروسيا، من حقهم. هقول لك ايه الحاجات اللي كانت بتجمعهم بروسيا، ده يعني دول كانوا ايمان واحد، كنيسة واحدة، ايمان واحد وكنيسة واحدة، وينقسم هذا الانقسام. ازاي؟ ما تعالى الاول البشرية، الكتاب المقدس ما بينكرش ده. اول جريمة قتل حصلت في العالم، اخ قتل اخوه، قايين قتل هابيل. روسيا بتقتل الاوكرانيين والاوكرانيين بيدافعوا فبيموت الروس قتلا من الطرفين، ضحايا من الطرفين. ولعبة السياسة لما تخش في الدين ان تطلق على العسكري الروسي شهيد او الاوكراني شهيد. يمكن الاوكراني له مبرر ان يكون شهيدا للوطن، انما الغازي يبقى شهيد ازاي؟ بقول شهيد للوطن لان الشهادة ليها معنى تاني في المسيحية، ليست هي يعني الاوطان تحترم والموت في سبيلها ما فيش مشكلة طالما انا مضرور مش هاجم، يعني على التفسيرات اللي انا مقتنع بيها او وصلاني، جايز اكون مخطئ في بعض حاجات، لكن السياسة العامة بتقول كده يعني. فاوكرانيا بتدافع عن اراضيها، شهدائها شهداء للوطن الاوكراني، شهداء اوكرانيين للوطن الاوكراني. دخول الدين من الاول انا رافضه، لكن انا بقول لك هم كانوا كنيسة واحدة وايمان واحد وانشقوا. وديت مثل ببداية الخليقة انهم كانوا اخوات، وما كانش الشر تملك قوي من الانسان، ومع ذلك واحد قام على التاني قتله. فالانسان فسد بشره، لكن في زي ما بيقولوا قوانين عالمية، في مستجدات عمل الدول وعملت حكومات، في خير فيها طبعا، وهذا الخير هو اللي مانع دمار الأرض حتى هذه اللحظة. القوى النووية المسجلة في كل الدول النووية أعتقد أنها كافية لدمار الأرض، ومع ذلك في دول بتبحث زي إيران وغيرها عن قوى نووية على أرضها. يعني أنا أمتلك القوة التدميرية عشان يبقى لي صوت وسلطة وكده، البحث عن السلطة. الموضوع مش موضوع لا دين ولا علاقة الإنسان بربه ولا حاجة خالص، الموضوع سلطة مطلقة فقط، سلطة. أنا عايز أحكم فبقتل وبسبي وبغتصب وبعمل كل حاجة شر. القوانين بتمنع هذا الشر، بس هل اللي بينفذ القوانين ما عندوش شر؟ لا، عنده شر، ما هو داخله فساد، ما هو الارض كلها فاسده، لكن القوانين دي بتحد. ودي يمكن العقل البشري اللي ربنا خلقه وبيحاول ان هو بيحاول انه يصنع خيرا بطبيعته، لكن في ناس في الشر وماشيه وتقول ان الشر ده هو خير. ما هو دايما الشيطان بيهيئ الفكره الشريره انها خير. يعني تخيل القوات الروسية بتقول المدينة باخموت دي
مفرمة اللحم، يعني انت داخل بتفرم لحم بني ادمين، انت عارف القوة التدميرية بتاعتك دي هتدمر كل حاجة حية موجودة في المدينة، وعملتها وبتتباهى بيها بالاسم. ما تقوليش بعد كده ايه ده لا ده مش عارف ايه، واخد اذن ديني، واخد، لا مفيش الكلام ده. ده شر، شر كامل وواضح. العالم كله بيحاول ان هو يخلي الاوكراني دفعه، بس برضو استخدام الاسلحة في المطلق شر، لكن استخدام الاسلحة في الدفاع ما هو الشر؟ دافع عن نفسك، دافع عن نفسك، طالما ما بتأذيش الغير هو اللي جاي يعتدي عليك وانت بتدافع عن نفسك فدي مشروعة. عشان كده الدفاع ضد القوات الروسية مشروع دوليا، وايه وكل القوى العالمية معاه. ازاي كل القوى العالمية معاه؟ نشوف الخبرين دول بتوع بلينكن، يعني وزير خارجية امريكا، وهو بيقول بيحث مجموعة العشرين على توجيه دعوة الى روسيا لسحب قواتها من اوكرانيا كاملة. ده الكلام ده كان يوم ايه؟ كان يوم الخميس 2 مارس، لمجموعة العشرين كلها. قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن اليوم اللي هو يوم الخميس ان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في نيودلهي في الهند تشوبه الحرب الروسية في اوكرانيا داعيا التكتل الى توجيه دعوة الى روسيا لسحب قواتها. يعني القوى العالمية كلها لازم تقول، بس هو بيقولوا ان الاجتماع ده فشل في ان هو يدي قرار، يعني في ناس كانت معه ضد على انهم يوجهوا لروسيا اي معايير، لكن كان وزير الخارجية الامريكي اعلنها وقال لهم لازم تقولوا للروس انتوا غلطانين. وذكرت صحيفة هندوستان تايم الهندية ان بلينكين قال اليوم الخميس يعني خلال اجتماع وزارة الخارجية، لسوء الحظ تشوب هذا الاجتماع مرة اخرى الحرب غير المبررة ضد اوكرانيا، وهي حملة تدمير متعمدة ضد اهداف مدنية وانتهاكا للمبادئ الاساسية لميثاق الامم المتحدة. ادانة. اكد بلينكين انه يجب على مجموعة العشرين ان تكرر الدعوات التي وافق عليها معظم قادة دول مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر الماضي لروسيا لانهاء الحرب والانسحاب من اجل السلام الدولي والاستقرار الاقتصادي. فاضاف حتى عندما نجمع الدعم لاوكرانيا فاننا لا نزال نركز ونقود التحديات العالمية ان ما يحتاجه العالم ويتوقعه. وقال وزير الخارجية الامريكي ان روسيا لم توافق بعد على تجديد مبادرة البحر الاسود لنقل الحبوب التي تسهل تصدير منتجات زراعية في اوكرانيا، يعني لغاية دلوقتي كلام بس قبل انتهاء العمل بها في 18 مارس الجاري. اضاف بلينكين في من ضروري ان نتحدث او تتحدث مجموعة العشرين نيابة عن توسيع نطاق وتمديد مبادرة البحر الاسود لنقل الحبوب لتعزيز الامن الغذائي للفئات الاكثر عرضة للخطر. كما اكدت المتحدثة الاقليمية باسم الخارجية الامريكية هالا غريت ان الولايات المتحدة ستركز خلال اجتماعات قمة العشرين على الحرب الروسية على اوكرانيا الى جانب الامن الاقتصادي والامن الغذائي وامن الصحة وامن الطاقة وازمة المناخ وقضية المرأة حول العالم. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية في لقاء لقناة الحرة ان معظم دول العالم ضد الحرب الروسية على اوكرانيا، مشيرة الى ان تلك القضية ستكون محور التركيز من قبل الولايات المتحدة وعدد من البلدان في المجموعة، لان الحرب الروسية الاوكرانية او الحرب الروسية على اوكرانيا لها تأثير عالمي خاصة على امن الغذاء وامن الطاقة. مؤكدة ان قمة العشرين هي حدث مناسب لإثبات أن معظم دول العالم ضد تلك الحرب ولا بد من التحرك لوقفها. أوضحت أن الولايات المتحدة ستبحث مع جميع البلدان المشاركة بالاجتماع على أهمية دعم أوكرانيا إلى جانب محاولة إقناع الصين بالعدول عن التفكير في إرسال السلاح إلى روسيا،
مشيرة إلى أن رسالة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كانت واضحة بأن الولايات المتحدة سيكون لديها رد فعل إذا نفذت الصين هذا القرار. الولايات المتحدة الأمريكية لازم تكسب الدول العشرين، هي ما بتقولش تعالوا وعلى رأيي أنا، لا، روسيا مخالفة للقانون العام للنظام العام العالمي، أنا بعمل اللي عليا بعاقبه اقتصاديا، أنا مش عايزة حرب شاملة، مش عايزة الروس نفسهم يفقدوا كدولة لها قوتها ووزنها وإنتاجها، أمريكا بتعلن عن ده. لكن في تحديات لازم أقول إن لو اقتصاده قوي هيخش على أوروبا مش على أوكرانيا بس، يبقى لازم أعمل له عقوبات اقتصادية، وانتوا معايا. لو انتوا مش موافقين قولوا، فدول العشرين كلهم موافقين، هم ما طلعوش قرار لا إدانة ولا الحاجة لروسيا، لكن في الآخر هم مقتنعين بالكلام اللي بيقول وزير الخارجية. وفي يوم من الأيام لما بيشوفوا المفرمات اللحم دي هتتكرر كذا مرة في أوكرانيا هيطلعوا، يقولوا لا خلاص اخرج. وقبل كده تقول لي روسيا لا يمكن انها تخرج من أوكرانيا، أقول لك أنا هتخرج. خرجت من أفغانستان وفقدت الحكومة الموالية ليها من أفغانستان. هل أفغانستان بقت دولة بعد ما خرجت روسيا؟ يا ريت روسيا كانت استمرت ويمكن كانت ساعدت بقت دولة، أو إنهم ساعدوا الأمريكان، إنما أفغانستان بقت حاجة كده يعني هلامية لا إحنا عارفينها دولة ولا هي قبيلة ولا هي إيه بالظبط، هو مش عارفينها بتدير الموقع بتاعها إزاي، وهي في عالم تاني وخدت الأفغانستانيين كلهم وحطتهم في غيبوبة من الزمن يعني بعد ما كانوا دولة، لكن ما ثبتتش قدام قوة الشر وقوة الجبر على انه يرجع للخلف، مش السيارة ترجع الى الخلف، ده الدولة كلها رجعت الى الخلف للعصور الوسطى، بالرغم من ان كان كل تحديثها ده كان يعني تصرف عليه مليارات، لكن هم مش عايزين. بيل كلينتون تاني قدام مجلس حقوق الانسان بيطالب بنفس الشيء علشان كل الناس تدي أنتوني بلينكين يعني. ناخد الخبر الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان. أنتوني بلينكين أمام مجلس حقوق الإنسان يتهم روسيا بانتهاكات مروعة في أوكرانيا، من حقه طبعا. يعني إذا كان هم بيسموا المعركة الأخيرة دي مفرمة اللحم، إيه ده؟ انتوا عارفين ان روسيا واوكرانيا فعلا كانوا اخوات، انتوا عارفين ان كان المقر الروحي للكنيسة الروسية كلها كان اسمه كرسي كييف، حاجات كتيرة، وبعدين اتنقل لموسكو زي كرسي الاسكندرية كده لما اتنقل وبقي الادارة في القاهرة، بس ما كانش بيقولوا كرسي القاهرة، بيقولوا لغاية دلوقتي الكرسي المرقسي او الكرازة المرقسي بالاسكندرية. جذور كييف كان فيها سلاح نووي يدمر العالم كله، ونزعته لأنها عايزة استقلالها، يعني وافقت على أنها تبقى دولة ضعيفة وقالت أنا محتاجة السلاح النووي أعمل بيه إيه، مش عايزة، أنا مش عايزة أدمر العالم، وهي ما زالت مش عايزة السلاح النووي، لكن هي بتطلب السلاح اللي تدافع بيه عن أراضيها، وعلى فكرة الغرب بيحترم ده وبيديها السلاح اللي تدافع بيها عن اراضيها. بتهزم بايه؟ بالحرب الشامله، يعني هي كانت عمليه عسكريه محدوده بالنسبه لروسيا، فجاه بقت حرب شامله، روسيا كلها بتحارب في اوكرانيا، اوكرانيا اللي كان كاتبتين ثلاثه روس يخشوا يعملوا كل اللي هم عايزينه. بالمساعدات الغربيه بقى جيش اوكرانيا جيش قوي. تعداده كام؟ لغايه 2 مليون يا معلم. وقابل. ولسه. نشوف بقى أمام مجلس حقوق الإنسان قال إيه وزير الخارجية الأمريكي. اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في كلمة بالفيديو أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دورته الثانية والخمسين في جنيف روسيا بارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في أوكرانيا.
وقال أن المجلس لعب دورا حاسما في تسليط الضوء عليها من خلال إنشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، والتي خلص تقريرها الأول الصادر في أكتوبر الماضي إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي. وقال بلينكين أنه طالما استمرت روسيا في شن حربها على فإن لجنة التحقيق الاستمرار في توثيق مثل هذه الانتهاكات وتوفير سجل محايد لما يحدث، وأساسا للجهود الوطنية والدولية لمحاسبة الجناء. اتهم وزير الخارجية الأمريكي في كلمته أيضا إيران بقمع المواطنين المطالبين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك منذ مقتل الشابة مهسا أميني في سبتمبر، مما أدى إلى خروج الإيرانيين إلى الشوارع. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 500 شخص قد قتلوا في التظاهرات، كما سجن عشرات الآلاف حيث تعرض العديد منهم للتعذيب. أدان وزير الخارجية الأمريكي موصفه بالقمع الوحشي الذي تمارسه طالبان ضد النساء والفتيات في أفغانستان، بما في ذلك منعهن من الالتحاق بالجامعات والمدارس الثانوية. وقال أن المرسوم الأخير الذي أصدرته طالبان، والذي يحظر على النساء الأفغانيات العمل في المنظمات غير الحكومية، أغلق طريقا آخر يجب أن يكون مفتوحا أمامهن، وحذر من أنه في بلد يعتمد فيه 29 مليون شخص على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فإن قرار طالبان سيقلل بشكل كبير من كمية الغذاء والدواء والمساعدات الأخيرة أو الأخرى المنقذة للحياة التي تصل إلى الأشخاص المعرضين للخطر، خاصة النساء والفتيات. أعرب بلينكين أن عن القلق إزاء ما سماه بالإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها الصين ضد مسلمو الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات في شينجيانغ، ولفت إلى أن التقرير الذي أصدره العام الماضي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد أكد انتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الصين في الإقليم. روسيا، إيران، أفغانستان، الصين، انتهاكات لحقوق الإنسان ومفيش مجاملات، والخارجية الأمريكية لا تجامل أحدا في سياسة ونتعامل مع المنتهك لحقوق الإنسان لأن ده دولة، هو شخص اللي بيرتكب هيجي في يوم من الأيام ونحكمه أو ما نحكموش أو نعدل، لكن نذكر ده. روسيا بتعمل ايه؟ أفغانستان بتعمل ايه؟ الصين بتعمل ايه؟ إيران بتعمل ايه؟ بس طبعا ركز على روسيا، وخصوصا انها انتهاكات الحرب وجرائم الحرب دي حاجة صعبة قوي، في حين ان يعني واحد بيسأل سؤال: أمريكا مستفيدة من هذه الحرب الروسية على أوكرانيا، وبتصدر غاز وبتصدر بترول بكميات رهيبة الشكل، ورفعت انتاجية أمريكا الى رقم واحد في انتاج البترول ورقم واحد في انتاج الغاز والتصدير. طب ليه الحياة بقت تبقى غالية في أمريكا؟ الخبر ده يمكن بيوضح في ما بين السطور ليه الأسعار ما بتنزلش. ما انت المفروض ان يبقى انت بتبيع حاجات الناس كلها محتاجاها وبمليارات بل تريليونات، طب ليه ما بتنزلش الأسعار؟ لهذه الأسباب نقول الخبر ده. حرب أوكرانيا رفعت واردات أوروبا من أمريكا من الغاز الأمريكي بشكل غير مسبوق. الخبر ده كان يوم الجمعة 3 مارس، كتبت ريم عبد الحميد، ونقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا أصبحت أوروبا تستورد الغاز الطبيعي الأمريكي بشكل لم يسبق له مثيل لاستخدامه في تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع. ذكرت الصحيفة أن المدن في مختلف أنحاء أوروبا تبقي أضواء مفتوحة وتدفئ المنازل بالغاز الطبيعي القادم من آبار تكساس ولويزيانا، مع تسجيل الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة مستويات قياسية. وكانت روسيا قد قطعت تدفقات الغاز إلى أوروبا التي كانت أكبر عملائها بعد الحرب، وأجبر هذا أوروبا للجوء إلى إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكي المسال بشكل غير مسبوق،
جذبت شواطئ القارة حاويات تقدر بالمئات مليئة بالغاز المسال بين 21 و22 سنة 2021 و22 ارتفعت صادرات أوروبا من الغاز الأمريكي المسال أكثر من الضعف وفقا لشركة بيانات السلع كابلر. وقالت الصحيفة أن الواردات التي إلى جانب الجو المعتدل نسبيا وارتفاع الأسعار الذي أحبط الطلب عليه يعني ساعد في تجنب التهديد بشتاء كارثي كان من الممكن أن يغرق اقتصاديات أوروبا ويترك شعوبها تتجمد في الظلام. ولا يزال العديد من المشترين الأوروبيين قلقين بشأن الالتزام بكميات كبيرة من الوقود الإحفوري لأن الاتحاد الأوروبي وضع أهداف طموحة للحد من انبعاثات الكربون للتقليل من أثار تغير المناخ ابتدوا يستخدموا الفحم يعني. وحتى الآن اضطرت أوروبا لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتعميق الروابط التجارية عبر الأطلنطي وإعلاء الدور الأمريكي كقوة عظمى في الطاقة. لكن قيل أن يتم حرق جزيء من الغاز الأمريكي بواسطة محطة توليد كهرباء في إيطاليا أو استخدامه للطهي في إسبانيا أو إنتاج الأسمدة في ألمانيا يجب ضخه من الأراض من الأرض ومعالجته وتوصيله بالأنابيب وتبريده وتحميله على متن على متن سفينة وتحويله إلى غاز مرة أخرى. وهذه الرحلة تمتد عبر حقول الغاز من ساحل الخليج وتشمل الآلاف من خطوط الأنابيب وتلاجات عملاقة بمليارات الدولارات وأسطول عالمي من السفن الخاصة علشان يزودوا الإنتاج. الأمريكان وسائل النقل كلها أضيفت إلى تكلفة استخراج الغاز والبترول وأضيفت للمادة نفسها علشان تتباع النقل فده كلف مليارات الدولارات وابتلعت المكاسب اللي داخلة إلى أمريكا. لكن زودت أوروبا بالغاز والبترول وكأن شيئا لم يكن وكأن روسيا لم تقطع. طبعا في استفادة على المدى البعيد لكن ليه المدى القصير الأسعار ما نزلتش في أمريكا؟ لهذا السبب لأن كل الفرق الأسعار اللي دخل أمريكا كان في السفن والتبريدات اللي كانت المفروض أنها تنتج أو تصنع في وقت قياسي بمبالغ ضخمة جدا هي اللي ابتلعت مكاسب البترول والغاز. لكن فيما بعد أعتقد أن هيحصل شيء من الاستقرار ويبتدي البنك المركزي الأمريكي أعتقد أنه يخفض. لكن الآن في أوروبا البنك المركزي الأوروبي هيرفع الفايدة في خلال هذا الشهر. ليه؟ لأن أسعار الطاقة عالية تضخم زاد فلازم يرفع الفايدة ولما يرفع الفايدة ربنا يستر بقى على الدول اللي ممكن تتضرر. حرب روسيا على أوكرانيا كلها مساوئ مفيهاش منافع. يعني حتى أمريكا لما صدرت بترول وغاز أكتر من اللي عندها لكن الأسطول ما كانش عندها وإنشاء أسطول لكذا دولة أوروبا 50 دولة عايزين غاز و50 دولة عايزين بترول على الأقل عايزين عشرات ومئات بل آلاف من السفن الحاملة لده. يعني إذا كانت أمريكا لا تمتلكها ولا توجه حتى السفن اللي رايحه دول الخليج لان دي ليها مسار معين فالمفروض انها بتنتج سفن تانية علشان تودي الغاز والبترول. وفي زمن قياسي يعني الشركات العملاقه اللي بتصنع السفن ضغطت كله بس طبعا طلبت مبالغ اكبر. فالمبالغ الاكبر دي راحت في مكاسب البترول والغاز لكن الاسطول كسبته امريكا أو كسبوا القطاع الخاص الأمريكي لأن هو كل حاجة في أمريكا قطاع خاص تقريبا يعني. فابتدى المكون ده اللي هو الأسطول ده بقى موجود يزيد لكن التكلفة مش هتبقى زي الإنشاء. يعني لما تزود عدد الوحدات الأسطول غير لما تبقى أنت بتنشئ أسطول من البداية. عايز أقول إن زمان يمكن في دراسة التاريخ المصري إن محمد علي لما أنشأ أسطول وراح حارب في اليونان وحارب في البحر الأبيض المتوسط وحارب تركيا أسطول بحري أنشأه بخبرة أوروبية بإيد مصرية في مصر صناعة حربية وعمل أسطول
تخيل ان الاسطول ده امتد نجاحه الى ان الخديوي اسماعيل كان بيبعت يساهم في حرب الامريكيه المكسيك اللي كانت موجوده منذ 160 او 170 سنه باسطول مصري. مصر كانت بتصنع سفن؟ اه كان عندها اسطول. ايوه ده احنا دولة كبيرة. ده احنا اتعمل لنا معاهدة لندن سنة 1840 للحد من قوة محمد علي. هل مصر فقدت قوتها؟ طبعا، لان لما يتحالف عليها قوى الشر كلها طبعا كانت وقتها انك انت عايز تخمد قوة ناشئة ومن ضمنها القوى العثمانية، ما كانتش في مصلحتها ان محمد علي يكبر. فاتفقت مع فرنسا وانجلترا في مقاعدة لندن على ان محمد علي يحكم مصر والشام، والشام بس في حياته، وياخد مصر والسودان كملكية الأسرة حاكمة. ومن هنا نشأ ملكية محمد علي للحكم في مصر. لكن على الأقل هو خلى مصر للمصريين. هو طبعا ضابط ألباني، لكن كانت مصر بدأت تبقى للمصريين، بس كان فيها تعددية بعد كده بالخديوي إسماعيل، ووصلت إلى أقصى معدل اللي كان في فساد. ما أقولكش لا، يعني في العشرينات والثلاثينات والأربعينات طبعا فيه، لكن كان في اجتهاد من الحكومات المصرية إن مصر تبقى رفيعة المستوى. كان دولة 5% 10% 3%، سميها زي ما تسميها. في مميزات لبعد كده ثورة 52 بإنشاء طبقة متوسطة كانت ممكن تنشأ، وفي عهد يعني في حاجات، لكن ما حصلتش. احنا بنقول بنخمن، ولو دي ما بنحبهاش. لو هو اللي حصل ايه؟ ان في ثورة قامت على الملك، الاحزاب ما كانتش بما يكفي بقوتها انها تخلي الجيش في محايد. الجيش دخل في السياسة ولغى السياسة في 52، ولما حب يرجعها رجعها بشروط ايام السادات وايام حسني مبارك، نفس الحكايه نفس الشروط. ويمكن دلوقتي الاحزاب تقريبا ملهاش وجود. الاحزاب يبقى لها وجود، يبقى الاقتصاد له وجود، التفكير له وجود، مصلحه مصر في ايه؟ في التعدديه السياسيه الاقتصاديه الحزبيه، والاستقرار في الامن في الجيش والشرطه. طبعا طبعا محدش يقول حاجة على حساب حاجة، لكن مش الأمن يتدخل في الاقتصاد، إنما هو يحمي الاقتصاد. الاقتصاد له ناسه، السياسة له ناسها. الأمن والسياسة ممكن، ولو إن ده محبس. الأمن دايما أمن، والعدل دايما عدل، ولما تخش السياسة بتخش بقدر، لأن منصب وزير الداخلية منصب سياسي لكنه أمني في الأول. وكان زمان ما كانش بيبقى ضابط هو اللي بياخد موقع وزير الداخلية، دلوقتي التكنوقراط الحكومات تكنوقراط، وزير الداخلية لازم يبقى من الضباط. لكن سراج فؤاد سراج الدين أو اللي كان وزير الداخلية قبل الثورة على طول كان خريج حقوق، دارس القانون يعني. وفي أيام عبد الناصر كان وزير الداخلية كان من الجيش في بداياته، ريم بغدادي أو على ما أظن يعني. فالموضوع هل الوزارة سياسة سياسية أو تكنوقراط؟ احنا عايزين وزارة سياسية. طب سياسية تيجي ازاي وما فيش أحزاب سياسية؟ مش عارف، يعني معادلة صعبة. طب ازاي الأحزاب السياسية تقوم وفي أحزاب دينية موجودة؟ ما هي برضو مشكلة. طب والسياسة ازاي تبقى السياسة من غير ما نقعد ربنا معانا على الترابيزة ومين يمثله، نتخانق على مين يمثله، مش كده؟ ما هو ده، ما هو يعني انت بتقول ان في شريعة إلهية تقعد معانا عشان تحكم العالم. طب ماشي، مين يمثل ربنا؟ أنهي دين؟ اليهودية، المسيحية، الإسلام، ولا التلاتة، ولا كوكتيل الفقهاء، ولا مين اللي بيدير لنا حياة الاقتصادية في السفن؟
القانون ده أخلاقي أو لا أخلاقي ماشي، إنما على حسب الشريعة دي أحسبها إزاي. أو على حسب الفقه، أيا كان هذه الشريعة يهودية أو مسيحية أو إسلامية. إحنا بنقول مثلا الأحوال الشخصية، طبعا كل واحد حسب إيمانه بيتجوز وبيخلف وبيسمي، طب حلو ماشي جميل، يتعمل كده حسب الشرائع بتاعتهم في المادة الثالثة وحسب الشريعة الإسلامية في المادة الثانية، ده كلام محترم وكلام جميل. لكن في المواني أنا بتعامل مع بلجيكا أو الأسطول بتاعي عملت أسطول ووديته أمريكا، يتعامل بالشريعة إزاي؟ وأنهي شريعة بأنهي قرن؟ وهل هي موافقة للقانون الحالي، قانون التجارة الدولي؟ ما هو برضو لازم يبقى بالراحة علينا شوية، ما هو كل حاجة حسب الشرع دي شخصيا، ماشي يعني ما تعملش المبيقات وتقول أنا بتباهى بيها، ده كلام جميل أنا متفق معاك، لكن في حاجات يعني السلطة اللي بتبقى معطاة للدخول في هذه المواضيع للسلطة الدينية بتبوظها لأن مش محددة، مش شايفينها. زي قوانين السياحة العالمية، ما انت عندك قوانين السياحة العالمية هي ايه؟ وانت عندك على أرض مصر كل الفنادق وتبيح كل حاجة حتى القمار. في قمار في طبعا في، ده من مميزات الفنادق الخمس نجوم او النجوم السبعة ولا العشرين اللي بيقولوها ان بقى في قمار، بس يقول لك ايه للاجانب. يا سلام، يعني اهل البلد ما يلعبوش؟ ما يلعبوش، ماشي سي. ولو عايز تلغي القمار ما تلغي السياحه بقى، خلاص انتهينا. يعني اذا كان السائح بيجي هو مش امرتاجي، هو مش قمار، ده من وسائل الرفاهيه، يبقى في موجود مكنه موجوده هي دي بتبقى مقننه زي العاب اللوتريه. يعني في حاجات كتير قوي لو دخلت فيها الشريعه ودخلت فيها الدين ايا كانت الشريعه وايا كان الدين هيبقى غير موافق عليها وهتحد من اقتصادياتك. مش معنى كده انك انت تخالفها، ما قلتلكش كده. مش معنى ان انت عندك فنادق فيها قمار وفيها خمره يعني المصريين بيلعبوا قمار وخمره، الكلام ده ما بينفعش. يعني مش كده، يعني الفنادق هنا كده في امريكا مش كل الامريكان بيلعبوا قمار وبيشربوا، ما فيش الكلام ده ولا في اوروبا ولا في اي حته ولا في افريقيا. اتاحتها مش عدم معناها ان انا كده يعني، لا، في قوانين ليها. اللي اقل من 21 سنه لا، لو سكرت وبهدلت الدنيا ممكن تدفع ثمن البهدله دي، العلاج بتاعك يبقى على حسابك انت، حاجات كتيره قوي حدها بقوانين يا سيدي ببساطه. صناعه السياحه فن وتهذيب وجمال، وكفاية انها بتدير ربح قطعا، يعني على اي مستوى روحي هو ربح انك انت بتستضيف حد وبتاخد ثمن الاستضافة دي قطعا حلال حلال حلال. لو هنخش بقى في الموضوع حلال وحرام عشان الدنيا ما تبص قوي يعني، حلال. طيب ماشي، هيا بقى هي الجو انك انت تستقبل السائح، مالكش دعوه باخلاقياته. لو هو تعدى على قوانين البلد، شتم حد، ضرب حد، اعتدى على حد، خد حقك. انما مش انا اللي اعمل العكس. والمبرر ايه؟ هوى ديني. يعني الكاتب الرائع الشهير والإعلامي إبراهيم عيسى تناول موضوع السياحة وقال إن فعلا الهوس الديني اللي موجود عند البعض والتخللات اللي موجودة حتى في قطاع السياحة هي سبب إن إحنا ما بنجذبش السياحة، مش إحنا اللي بننمي الكوادر السياحية، إن إحنا ما هو طبعا السلفية والفقه السلفي الواحد أو الأحادي الجانب
اللي بيفسر على مزاجه وبيحرم على مزاجه بيأذي البلد. الفكر السلفي بيأذي إسرائيل لو كان موجود، ولو في فكر سلفي مسيحي هيأذي المسيحيين. التزمت دايما والتعنت قدام الحداثة قدام المصلحة بيأذيها، ما بيهذبهاش، بيريح دماغه. يقول لك الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. لا يا سيدي، لازم تفتح وتواجه. البيبان كلها بيبان اقتصادية محترمة. ان احنا نكون افدناكم في هذه الحلقة من حوار ورسالة، ونتمنى لقاءكم في الحلقات القادمة في الأسابيع اللي جاية إن شاء الله. لكم من قناة سيسات أجمل أمنيات بالسعادة.